إذا أهلا وسهلا بكم في هذا البث الحي والمباشر، هذا البث اللي لا يخصه للحديث عن قضية الأنظمة السياسية في موريتانيا والمخدرات. ودور عود معنا ناشطان سياسيان هم محمد والدحان وكذلك محمد رمين والبوعمامة، نتمنى أنهم يمشون ريكوست كان أنا بدون نقاش. طبعا موضوع المخدرات في موريتانيا بدأ الحديث عنه من جديد بعد البث والبذوذ اللي تناول فيها الأستاذ عبد الرحمن والودادي هذا الموضوع، وحديثه عن تيريزا مينغوزا وعن اتهاماته العائلة بأنها تاجر في المخدرات. كنت نذكر شيء من الأرقام، أنه في 2023 في يوليو أرسل مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي إشعار إلى السلطات الموريتانية بوجود باخرة تحمل شحنة من المخدرات، وتم إتلاف هذه الكمية في 2023 في يوليو، والكمية كانت 2.8 من المخدرات. وبعد ذلك أيضا كانت حادثة أخرى تتعلق بتقرير إصدار من عند الأمم المتحدة عن تزايد تجارة المخدرات في منطقة الساحل بشكل عام ومن بينها موريتان. وقال مكتب الأمم المتحدة المخدرات في تقريره اللي شارت له تيفي 5 وانتشر له سنة أو له 3 أشهر تقريبا، انتشر في 4 مايو 2024، شارع لأن موريتان تم إتلاف فيها 2.3 من المخدرات. نحاولوا كان نجبروا ضيفينا واللي هما محمد والدحان ومحمد رمين والبوعمام ونبقوهم يطلعوا. هم ظاهرة معروفة عند أيضا موريتان وهي ظاهرة الطائرات المبهمة أو الطائرات اللغز اللي متورطة شيئا ما في المخدرات، أبرزها الطائرة اللي كانت في نواذيبو في بولنوار وشهيرة جدا أيام الرئيس المرحوم علي والمحمد فال، وكانت هم ظاهرة تركة نواذيبو وشحنة المخدرات والفضة اللي ظهرت في ذيك الفترة وبعدين اطفاوني وفاتيك الفضة، وكان هم اعتقال أحد أبناء الرؤساء السابقين في الموضوع وتم إخلاء سبيله في أيام حكم الرئيس محمد الشيخ وللغزواني. أيضا ما ننساه فعلا على أنه ظاهرة البذخ والفضة الجديدة والفضة اللي تنزرق، وما قالوا بأنه نوع من التبطرين الطارئ اللي أصاب الموريتانيين بنوع من الذهول، وإن كان البعض يقول هذه مظاهر خير مولانا جابوا الأسرة معينة وبدأت تعطي الفضة وتعطي الوتات وتعطي غيره، والاتهامات اللي انطرحت لها اتهامات وهي لأن ما فيها أدلة، رغم أنه اليوم عبد الرحمن والدادي قال أنه التحقيق بشكل عام قال لهم أن القضية ما يتم فيها الكلام من ينفوت إن شاء الله تعالى تتم التحقيقات وتأخذ نتائج حقيقية على أرض الواقع في الأيام القادمة البث في خلال الأسابيع القادمة. وهم دعوة مرفوعة من أهل الشيخ إياه ضده، كذلك ساكنة النمجاط، وكان هم موقع اللي انشر القضية قال على أنه معتمد على حديث بعض شهود العيان. أستاذ محمد رمين، الوضعية الأولى سبوها للكاميرا ردها، ما يدري الوضعية ممتاز جدا. سمعين. سامعني؟ كيفاش حالك؟ كيف باس عليك؟ ما شاء الله الحمد لله. ظاهرة طبعا اليوم كيف ما قلنا من يوم واحد جديدة اللي سبت نوع من الهلع عند الموريتانيين. إذا محمد رمين، أولا اعطينا توطئة، نحن نتكلم عن المخدرات والأنظمة في موريتان، رأيك في الموضوع؟ قط ظاهروا تركة نواذيبو والطائرة اللي كانت في الأنوار وطائرات أخرين ظاهروا وتم التكتم على موضوعهم، تفضل. خير تدا يعقوب، مبارك العيد والسماح. مبدئيا let's get straight to the point، قالوا الناس نقسم الموضوع ديركت، أخبار موضوع المخدرات في موريتان وتاريخ طيارات وتاريخ اللي قاعد تخرج فيه اللي نزقنوا به، ونظام نرجعوا الموضوع اللي هو حديث الساعة اللي موجود أركتياها. فخلينا نختصر الوقت، لكن الموضوع الثاني اللي هو موضوع المخدرات قد يجاوب فيها أركتياها اللاقيتي أدروش والله حمدي جوان. خلينا نقيس الموضوع اللي هو اللي يعود الموضوع اللي ما هو العنوان الكبير والله رأيك اللي مدير اللي وارك الموضوع الساحة وارك الموجود فيها ذا اللي وارك الحملة اللي تعتبر شبه ممنهجة ضد أسرة معينة من أهل موريتان عندها مال بالنسبة لبعض الناس إنه شيء غير مقدر وغير متوقع وإنه يعتبر ثراء فاحش لا يمكن أن يتأتى إلا من طريق غير شرعي. هذا هو اللي خالد بارك، هو اللي مثار للجدل.
انا اختار في البدايه نطرح سؤال كبير وبس يجاوب في حد ذاته. نختار حد يجاوب. اهلا يا اخي محمد دحان، شحال عليك يا بسار. مرحبا مرحبا يا معاذ، يا معاذ كيف حالك؟ ما شاء الله تبارك الله، شرف يعاوني نشارك معكم في هذا الشرف. الشرف لي والله، الشرف لي. تقول انت جيت متاخر، انا تخطيت العنوان وتخطيت الموضوع لبارك الله بارك انت تعتبرها حمله على اهل اياه يا استاذ محمد رميم، وتعتبر ان الودادي ما طر شيء. تفضل. لا هو شوف، هو اخبار ظنيات واخبار الاتهامات واخبار اسئله النفس. احنا نفسنا كرواقي ايش كنا يقعد مع راسه وقت ان يصلح له قايه والله شيء ويسول هو نفسه، الذي عبد الصالح اللي راضي عنه بيهرب وياك تصلح له القايه، واللي ني تخسر له قايه يسول هو ايش عدل من المعاصي اللي تعود اموره كامله دائما تخسر. فلا حرس سولان عن مراد الناس الثانيه، غير مراد الناس الثانيه من يتكثر السؤال عنها تعود عادة لازمه عندك يا غير مشروع جدا انك تم يتسول وانك ياك منين طرال ولا ظاهرة البلخ تبطرين جديد قال لك يامس كانوا فقراء واليوم بطارين قال لك ايه ولا هذا وقت تختار قلت لك نطرح قاع سؤال بسيط. ورائي معنا الاستاذ محمد دحان ومالي، من رايك كان اسهل على رقاش يشري 10 ديار و100 وت والله يشري قلب رقاش حقيقي يبقي، ايهما اسهل؟ ايوه استرسل. فانا سولت سؤال انه هل اسهل انك تشري يعود عندك الفضه ويعود عندك الملايين، ولا تعود شاري رقاش يبقيك والله مويد والله محب بالنسبه لك؟ رقاش كامل شفته تصبو اليه قلوب الملايين وعنده ماده تابعه له وعنده ماده تبقي، لا تستكثر عليه اخبار الفضه. الفضه تجي للجاهل وتجي للعالم وتجي للفقير وتجي للي مارق من الحبس يمرق عليه الفضه، واللي خلاق الدنيا يخلق قني فاهم ما هو مدبر فيها ولا محصلها بشيء يسوى هو شنو. فلا حرى امور ثانيه متوقعة غير هون اللي استغربت انا منه، هو السقف اللي تقيس الادميه دائما هني تتهم رقاش ولا تدير فيش. الثراء غير مشروع عنده 20 طريقه وطريقه ومربحه كامله وهل يعود عنده المليارات. عندك اخبار المخدرات بشكل عام، عندك الحشيش قض عن ذاك درجه، عندك وراك اخبار السلاح، عندك وتم قاض تدريج. احنا علاش من القاع نقوم وعدي القمه اياك تتهموا بها رقاش عنها هي مصدر ضروري، بيد انما لاسباب القناع سواء منه العادي ولا المتوسط ولا الفاحش ياسر موجوده في موريتانيا. بدل مقلب الظن على ان هذا رقاش عنده مخدرات، ما قلب الظن عنه اجبار ما هو خارج اجبار ظفر من ذهب والاجبار حجره والاجبار كيل والاجبار عرق والاجبار حاسي، ولا فرض علي نشد معاك اخباره دونك يلا تعود تعرف على ان الامور ما تمشي حسب هوا النفس والله سيره النفس من نفسه نفس رقاش. يعود سؤال عادي تطرحه مفهم يعود ظن ومفهم يعود عاد من تعلم به يعود عاد تشهير وانت ما عندك حق تشهر بحد سوى منه. عندك ادله قدمها وقدمهم اللي تلست متضرر مباشر اللي عنده حق يشكي او قيم على رقاش ما فات بلق والله عنده عليه حكامه ياك يعود يعتبر متضرر مباشر قد يشكي. انت ما عليك اي ضرر، انت عندك لا حق تبلغ لا في ضرر. قالوا لك لا يرجع استاذ احمد دحان قال جاوبني ذي النقطه الديار ارتفع سعره، ما حد يقدر يشري نمرو، ما تقعد حد يشري دار، الوتات ارتفعوا. ظاهره البعض يقول لك انا لا يمشي قاعد نعود حجاب ياك نجبر الفضه، ما تهم يمشي التعليم ولا تهم شيء، ما عنده مشكله. شوف اخبار ارتفاع الاسعار والله شو الاسعار ذيك ساعه قاوهم الشيخ الرضا زمن يشري فاهم وزمن يسلف الديار، نتيجه لاش نتيجه لانه هو اللي يبيع ويقبض من عندك الدار ويبيعها تحت السوق، فبديه عن القيمه اللي يطيح. من يخلق طلب اليوم من اي رجل اعمال في موريتانيا يعود رجل على مستوى معين من الامكانيات كيف محمد معمات وكيف محمد النويقه وكيف تشريف العبد كيف رجال الاعمال الكبار في موريتانيا، من يخلق طلب ترتفع القيمه طبعا. فهذه قاعده تجاريه معروفه ما هي انها روايه طاريه، ولا عندهم اللي علاقه بانها تنسب لشخص عن شخص ولا تنسب لجهه عن جهه. ارتفاع الاسعار احنا في امريكا طلعوا عند الاسعار يوميا وقبل يوم عادي تابع للسوق، معناك تابع للهوى النفس والله تابع للي بتخمامك انت. وهذا انعكس على العمله الوطنيه اللي انهارت طبعا. انهارت العمله الوطنيه، شوف احنا سابق احرابينا سابق نفتحوا ملفات انت تسولني انا ايش عندي وانا اسوي لك ايش عندك وتسوي الاستاذ محمد ايش عنده وتلاقون حقه بيناتنا في الامور اللي كنا ما عنده بها علاقه.
يلا يسوي العمل يخلق الموريتاني هو شنو هو، وإذا ما ضيع المشاريع وضيع الثروات وضيع الحقوق وحد يفتح في مجال العدل فيش استقصاء، يلا يوحد في مجال حقيقي مشاع ومباح وعامل وطني. ما اخبرت الواد الاشخاص بيناتهم وتنباش ذاك طلع وياك دمار وياك طفى وياك ما نعرف شنو هذا ما اذا ودادي ما كان مقنع لا يقنعني ما قد يقنعني مع احترامي كامل الاستاذ محمد عبد الرحمن الودادي اخوي وصاحبي يقير في نفس الوقت نقول لك روايه عن شيء كامل ما عندك عليه دليل مجرد تمويه. انا من يقول لك اليوم راجل راسه مفسوخ هو شيخ موريتاني معني نقول لك عن محمد القزواني يعني شرط هو رئيس موريتان وراسه ما في زغبه معناها عن اني تعود تطرح تقلع على قاش بالمارة وتعطيه تسميات ذانيني اياك تتهم واتهام والله تعدل وتشهير ذا كامل يعتبر واحد هذا مجرد اتهام الاسره من اهل الفضل واسره ما هي مليه ما هو شطاري لها اسره عندها تلاميذ في افريقيا كامله يهجونهم وعندهم الناس اللي تابع لهم وعندهم الناس اللي تبقيهم خليهم الأكبر نلتمس لهم أشبه المخارج وخلي الأمور ماشي على صيغة بيدي أنا فهمت كونت منين يعود همشي حقيقي مشبوه أولى به الدولة وأنا كشخص منين طلع لي مبلغ منين شوف الدولة ما تفاعلت مع بلاغي حسب الأدلة اللي عندي عندي أدلة حقيقية ديك ساعة نتكلم نعود ديك ساعة نعدل قضية رأي عام يقارن صدع لك مباشرة الداء يقوم ويقول لك أنت عندك ولا 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 نسميك لا مارتك نطرح مارتك هذا في حد ذاته ما هو صالح كان انجز استاذ محمد قرهم التعليق قال لك هم ملزمين بالافصاح عن مصدر ذروتهم بموجب القانون الثراء هذا اللي يظهر في الشتاء لا هم موظفين ولا هم رئيس دوله ولا هم وزير فهمت انا هم في امريكا منين نربح ميجا مليون تعرف عنها تعيات الحق مليارين من الدولار عندي اختيار نجي نتوسط غير تشيك مليارين وعندي اختيار نعود انونيم ولا يعلم بها بيدي خاص انا ماني شخصيه عامه الشخصية العامة لا يتطلب منها ابدا الشخصية الخاصة لا يطلب منها ابدا عن تكشف المصادر ثروتها للعموم اما الدولة اللي بينها معها ضرائب وبينها معها تأمين ذا المال على انه جاي من مصدر معين والدولة اللي ملزمة قانون عنها ما تفصح عنه ونعود رقاش ما يبقى يفصح عنه. استاذ محمد دحان ابو عمامة ابو عمامة الفاقطوس العدد مرحبا تأطيرك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحييك وحيي مشاهدي الصفحة حيي الضيف الكريم. بالنسبة لي أنا لهي نبدأ بتوطيع شوي تتبع تاريخي المراحل مسار ما يسمى بالمخدرات ولا تجارة المخدرات ولا ظواهر ثراء الغير طبيعي موريتاني احنا كاملين نعرضه لنا اي ظاهره بدات تظهر تقريبا في منتصف التسعينات التمرين اللي هو رجعت عاد عند الدام اللي هو ولا معروف سببه شنو دون تراكم زمني ولا تراكم عملي حقيقي تجاري فهمتني احنا اولاد المعتقد ورابين فيه ومعروف ان اللي اهله كانوا تجار طبعا هم ضاوا عشرات السنين 30 سنه 40 سنه وكلها عقب قاصر ابو لاعب عايش فهمني والناس الاخرى اللي استغنات عندها طرق رعيه واضحه بها ظهرت فمات يا طفرات تاع فيسبوك ما خالق للاسف ولا خالق شياك وسلط عليهم الضوء وفعلا نفس الممارسات يعود مولاها تقريبا يبقي الجو ويبقي زرق الفضاء ويبقي تشعشيع وذا النوع من الامور وذا هو والله يبني ديار الزينات والله المهم انها تظهر في مراها المهم ان زمن معاويه السيد احمد الطاهر التسعينات وانتصر التسعينات ساعه خلق ديك ساعه ملف المخدرات قالوا ملف لا وذا الملف شمل ديك ساعه قضاه وشمل ضباط شرطه سامون وله هو ملف معقد عقبه عقد قنعه للطايع علن هذا علن الموريتانية ما يستعمل المخدرات وعلنها من طريق وتو ان ترانزيت قاعد في اوروبا وعلن انه قاعد يقدم عود جديد موريتاني خصوصا انه هو ذيك الفتره كانت فمات فيها ازمات ماليه كبيره على البلد لانه كان تقريبا مفروض عليه حصار وبالتالي تساهلوا معاهم وتم ارجاع لتاع الضباط راهم فاتوا حقق معاهم ضباط الشرطه لاماكنهم وتم ارجاع القضاه لاماكنهم وتمات المخدرات ماشيه ذيك الساعه كان البلد تقريبا تقول على انه مستباح وموريتانيا من الطبيعي انه تعود بلد ممر المخدرات اولا لان موقعها جيد على الحدود مع اوروبا وما اللي على الحدود مع بوابه كبيره اللي قالوا المغرب نحو اوروبا ثاني ملكي حدود شاسعه فما هي طبيعه المجتمع الموريتاني يتقبل اي رجال عنده فضاء ولا يسول عن مصدر هاي الفضاء شنو هي ما يبقى لا احد ما عنده شيء وملي طبيعته القبليه ان اي رجال عاد عنده شيء القبيله كامله تمشي تحته
وبالتالي لقينا مشكل يبقى بين الدخان. الثاني ما يكمل لي النكية هي السلطات الإدارية الموريتانية الصعبية وأنها فاسدة ولا تركيبة الإدارية الموريتانية تركيبة فاسدة لها نقلب الضباط كلنا عرفوا سواء ضباط شرطة سواء ضباط أمنية سواء ضباط جيش حتى قضاة ما ادناش حب الوساطة وناش حب القبيلة وناش حب تأثيرات رعية حقيقية ما عندها علاقة بالجمهورية لا عندها علاقة بالقناعة ولا عندها علاقة بالقانون وبالتالي هذه أشياء كاملة. ثاني ما يمكنش شار الفقر مولي أن الموريتاني شاه معطية قيمة لا لحد عنده الفضة وبالتالي واحد يمشي خاطر براسه المهم عنده شي فضة به لها قيمة في المجتمع قيمة عند قبيلته معروف أن فما شيء المخدرات هذا أنهم يستعملوا عدة أشياء موريتاني بدأوا فيها بشرائك الحوت كان يمشي الحوت شورثماني وهو عود ملام من نقر ملام بدأوا قاد المخدرات وهذا بشهادات من الشباب رأيتهم كانوا يشتغلوا ديماطلو ضباواخر والتجار معروفين وكان مجرد تمويل لما تيا هم اللي بين قالوا عاقل ذاك دائما تذاق مخدرات قاع مطبطب بين قالوا مناجم الذهب مم تغطية مدين قال عن هاك تيا فتاة زياسة فبشي من الناس هم اللي اعلنها لا مجرد تغطية على اللي قالوا عمل إجرامي اللي هو قضية المخدرات فهم اللي باطلين قالوا تجارة الأسلحة وأشياء كثيرة وهون الصمة حطات خرقت نظام نظام الطيع سكت عنها وانقنع علنها لا يتحرك الاقتصاد وعلى الموريتانيين ما عندها ضرر عليهم جاء تواصل لك تراخي معاهم حتى فترة علي كان فما تياها قمة حقيقية ظهور الشباب ما رأيكم ويبقوا التعشيع وظهر كامل ولا تقدين شحدين جبرة فيك الطائرة وبالمناسبة الطائرة يكسا كانت هي قريب من 20 رقاش ولكن ملف كامل أهله ما فيها اللي تم عليه أي محكومية قضائية رغم المخدرات القانون أنكر السيد محمد الهيدالة وهكذا عجب تم إطلاق صراحة المهم أنه حتى الآن يوم ما موجود حد منه السجن العقوبات في القانون الموريتاني مخدرات قسمها نوعين مخدرات خطيرة ومخدرات خطيرة جدا المخدرات الخطيرة هي الحشيش وذيك تقريبا عقوبة المستعملة 3 أشهر عقوبة المتاجر بها 6 سنوات تقريبا المخدرات الخطيرة جدا اللي هي الساشيني الكوكايين والأفيون هاي الكوكايين اللي هي عقوبته المستعملها عقوبته تقريبا تلحق 6 سنوات سنتين والمتاجر بها الإعدام وظل مؤبد موريتاني اليوم الغريب والعجيب ان فيه تجار حشيش مكرودي مستعملي حشيش مكرودي من طبقات مسكينة الفقيرة كالولاد الحراطين أولاد الكوار الفقراء والبؤساء ما هو بعد أولاد الكولونات ولا أولاد الجنرالات وعنهم يستعملوا كان اليوم أغير اليوم موريتاني في موريتاني ما فيه أي محكوم بتهريب كوكايين يكون واحد ينقال والتر والتر مشكلة تعلن الدول كاملة مطالبته وينقال ملي عن عنده أسرار وعلاقات بعض الضباط الموريتاني يسامه المهم أي ملف مخدرة تفتح من الطائرة تنواذبه ومن الذين قالوا إبراهيم الحاج المكروض ذاكاتية في المغرب أراه وكلت السلطات الموريتانية بعد مطاردة وإن قال إن جبرت عنده وقات قيمتها مليون دولار مليون أورو غير وقات عقبة الجبرة محيط القصر والله شنبته عند رقاه داير همني هو ذاك ونكرد معاه الصحراء ونكرد معاه مغربي يشتغل معاه بشركة اللي يسميها الفاسي هم هذا ونكردوا عقبته مطلق صراحة من طرف مدعي عام في نواذبه لكن مدعي العام تم معاقبته أراه هو ركعت لها إشغال منصب سامي عقب عادي يكردهم شنو عقب عادي يتم اعتقاله من طرف الأمن الموريتاني أراه هو من يذم رواية غريبة وعجيبة شرطة مكافحة المخدرات الموريتاني تاريخها كامل ما قط كردت عملية تهريب مخدرات نوعية معناها كبيرة معناها مخدرات معينة الحشيش عين الكوكايين دائما ذي جماعات الكنكريد تعود لا بإعاز ولا بأوامر من أمن الدولة وضباط كبار المهم مخدرات موريتاني ما قط نفتح ملف ما انجبر فيه ضباط سامون وضاد سامون اليوم برلمان موريتاني في واحدين متهمين بقضيته من الثراء الفاحش اليوم عندنا رجال أعمال مصدر ثروتهم ما معروف منين تم تبييضها فعلا بالتعامل بأشياء أخرى غير ما معروف ثروتهم اليوم ما فينا حد ما يعرف حد كان ساكن الزرو في كارتشي والله قريبه والله صاحبه عاد عنده ثروة ما معروف سببها شنو ولا معروف مصدرها شنو الأنظمة الموريتانية تعاملت معها والطايع أعطاهم لعبوا كيف تبقوا المهم منها ما تعود مستعمل موريتاني وقنع بذيك الرواية ذيك جاء سيدي الشيخ عبد الله يمكن يخلفهم تحقيق وعاد ينكرد قاع الناس يتم اكتشاف المخدرات بشكل يومي تقريبا على طريق نواذيبه وبالتالي البلد انجبر على انه غارق في المخدرات لان هذيك الفترة انتقالية وحلت الدولة في السياسة ووحلوا في الانتخابات ووحلوا في ذيك الرواية ذيك جاء صول عبد العزيز وعدل الرواية والعبد العزيز فعلا تحسب الرواية لانه سيطر على الذين قالوا المجال البري والحدود الموريتانية هذه حقيقة غير ملي عصابات المخدرات تعامل معها بهذا الشكل إذا هو أقنع الغرب أعلن هذه العصابات أعلنها تعطي أخبار القاعدة لأن عندها امتدادات قبلية موجودة في الزوال احفظ منها أمن موريتاني
خلاها البعض منهم يوخر تحت رقابته وتحت تجارته، وهو الواسع بعض المعارضة وبعض الخلق يقول قاعد انه تعامله معها كان يوحي بفم شنو هو واضح بفم شراكة بينه هو هو، وفم مطلوبين كذلك لأنه حما مطلوبين من الانتركون الزواديين، ومن غريب العجيب هؤلاء الزواديين من واحد ريشارد تلود له الانتركون أحضره في اجتماع لك ساعة مصالحة عدلها لعبد العزيز القبائل الزواد، هذا الرجل المتهم كان نواكشوط همي الزقرن ويتخيم ويعدل اللي يبقي ومحمي من طرف دولة حوار في القصر وهو راهو مطالب من طرف الانتركول، يعني عدل معاهم العلاقة اللي هي التوافقية انه يمدوه قانع هو القرض عليهم يمدوه عدنهم باطل هما اللي يزودوهم معلومات القاعدة هما اللي كانوا موفرين له الامن بالمقابل امتداداتهم القبلية، وينقال عن فما فيها ياسر روايات ولا قطع انه وهما عندهم علاقات بضباط سامون وموريتاني. المهم هو والقزواني ردها للمرحلة الأولى، ردها الأخطر مما كانت فوضى وبلاد سائبة مخدرات أينما كانت، ولا أخطر في القضية أنه أيام اللي تضيع كانت مخدرات فعلا توخر قال لا كوكاين ما مستعمل، اليوم ترى نوع من مخدرات إحنا الكوكاين يجي طريق ذهية يجي من أمريكا اللاتينية يجي الدنيا يوخر على موريتانيا ولا السنغال ويطلع من فم قايش المغرب، ومن المغرب يمشي قايش أوروبا، عاد جينا مخدرات جديدة وهي الحشيش وهي للأسف تستعمل وخصوصا من طرف ابناء الطبق الفقراء، وهذا هو كثر عمليات القتل في موريتانيا اليوم اللي هي يومية شبه يومية، ان عاد جينا الحشيش المغربي وينقال على انه جيف مع الخضره المغربيه وينقال على انه ياسر ماتيرات، المهم خالقين معبرين اساسيين، نكبر معابر المخدرات اليوم في افريقيا هو معبر معبرنا مع الحدود المغربيه ومعبرنا مع الحدود السنغاليه في روسو هذا هو 55 اليوم، انا هذا ايام اعتقالي في موريتانيا ايام حكم عبد العزيز ومعايا حسن مزي وقد يعود يتابع نراكاتي معايا صاحب لا تلمس جنسيتي عباس، أنا هذا حكمنا مع قصر يعني حكمنا مع قصر قال إن الذي كاتب ضبط فهم قال إن عسكم منهم وأعطاني مولانا على إني أثناء أيام تواجدي فهم مع المدعي العام والله وكيل جمهورية إن جاب لي حد من الخلطة وقياته وقفتهم معايا عد كل نهار نعطيهم الفوقية منهم، شوف عيني ما هو ما هو ما هو ما يقول هذا حد أخر، الشرطة تعرف حرس دار النعيم قوم الحرس الوطني اللي فوقه يزدق من فوقه حاسينه من فوق، شوف عيني واحد من الحرس الوطني زارق الواحد من التركة زاز وايا فيها شم حشي ولانصالوا طفين الهوقية، معناها أنه حشي دخلوا الحرس الوطني للسجن، معناها انه الحشي صار في موريتانيا كارثي، الشباب الموريتاني خصوصا للاسف شباب الفقراء اليوم حتى افراد الشرطه اغلبهم يتعاطى هذا التحتاني منهم يتعاطى المخدرات وضباطهم عايشين باموال المخدرات اموال الكوكايين، وذا نفس الشيء اللي واقع اللي قالوا خلعنا لا موريتانيا اليوم تقول اعلنها هي كولومبيا الذي قالوا افريقيا وفعلا انها تحولت الى دوله فاسده لانه ما قد يتم استهلاك الذي قال المخدرات، لانها عاد القضيه قضيه مجتمعيه، لانها لين يعودوا شيوخ القبائل، لين يعودوا مشايخهم، لين يعودوا دبيتاتهم، لين يعودوا ناسهم الفاعلين، يعودوا ضباطهم السامون، كوميساراتهم الكبار، قضاتهم، يعود كامل امبليكا في القضيه، معناها الموريتاني من لا يحكم؟ من لا يصادر اموال فلان؟ من لا يحقق في اموال فلان؟ هذا القاضي ما قد يتخاضر لان اليوم قضات اليوم في مدينه كارتي من واكشو، ضباط اليوم جنرالات اليوم مستوين عليهم ذكرت في التفرق بين اليوم انا نختن كريف دار فلان عن دار فلان، وبالتالي قضيه المخدرات في موريتانيا قضيه معقده وانا قايل عنه قد يتكلم فيها حتى لانه ما لا هي يتم فيها اي تحقيق ولا لا هي تقدم فيها شيء، دور يحاولوا يجبروا معها حل وسط، واذا ما جبروا معها حل وسط دور يلفقوا له تهمه والله يلفقوا له قضيه لا يخلق تحقيق جدي وحقيقي ما ولا يخلق فيه ما يخلق عهود الأنظمة السابقة اللي يقوى شوي من النظام والأحرار النظام الغائب خلع عنه اللي رأسه بعد غائب، وبالتالي الدولة قاعد اليوم قدوها عدة أجنحة. لا نرجعون قضية شوي استخلاف قضية ودادي، وهنا نحيي ودادي ونحيي بعد الحافظ هو اللي أثار القضية وكان يطرح سؤال مشروع طرحينه جميع الموريتانيين أعلن مصدر ضرورته للشيخ هيا هاشم وراه هو هون المناسبة ما يلا نطق بعد السؤال محمد أمين يرجع لنا قضية ودادي بطريقة عبارات ودادي وهل أياه
وهو ما قدم مباشر. نظرتك الموضوع. الموضوع السؤال طرح كيف ما قلت الحافظ من الأمان وفعلا المديات كذا هو الداجي وهذه تحسب فهمتني انه كسر لبنة في حائط الصمت وهذه تحسب الوداني انه كان شجاع في القضية وقال على مصادر هذه الأموال على انه هو المخدرات تراجع عن قول هو بعد عطاء إيهام لأن القضية كيف ما قال الأخ القضية معروف المشدود أخبارها أكد أهل الشيخ هيا يسوى صقنا تيريزا ويسوى قلنا أنا والله كاترين المهم منهم المشدود أخباره وقال عن هذه القضية قضية مخدرات هنا فيها هذا جواب معطي ومطروح. الدولة هنا تيها بعد قاع أمام أمرين. الدولة أول شيء يلا تحقق قضية الطائرة إذا عادت الطائرة حقيقية والدولة تكتمت عليها هذه كارثة وإذا عاتم الطائرة ما هي جات الأراضي الموريتانية والدولة ما يعلم بها معناها كارثة أكبر معناها دولة مجالها الجوي قاع ما تعرف هو ما يجري فيه. ثاني مالك أهلية قضيتهم على عدة استفهامات لماذا أهلية ينفقوا ذا الإنفاق الغير معقول على الذي قالوا السلطات الأمنية وعلى الذي قالوا بروتوكول رئيس وعلى الذي قالوا الوزارة وعطاءاتهم الذي قالوا جماعة الحزب أنا قال لي رجاج علينا منين عودوا قايسين نمجاطي علموا بها جندرميري عدلوا جندرميري 10 وقفات لأنها كل وقفة تعطالها 500 ألف 600 ألف هي مدى عندها حيوانها ما هي خايفة أنا عندي حيواني ماني عاطي حد ماني ملزم بنعطي حد هم عيبتهم الناس عادوا يعطوهم ولي وعادوا قاع مساكين محل ابتزاز أي رجاج يبقى يدخل قرن اليوم شد أخبار قضية الأيام وعيط له ويعطاله شيء حسب ما أسمع هذا بعد اللي أنا سمعوا عنه فيهم اللي عندهم صدقات دافعوا عنهم على مجرد أنها صدقات جمعية تنفق الملايين عنده الحق يطرح السؤال أغير ملي إلين تتهم يلا عودوا هما شيء فالقرائن يقدروا يجمعوا وأنا أرى أن ودادي قدروا تقدم قرائن وهذه القرائن توحي عنها تجارة مخدرات وإحنا نعرفوا علينا الخارج رواية ملي يلا عودوا صريحين فيها نعرفوا علينا الحجاب ما يقدر يجيب ذا من الفضوى كامل وإلا عاد يجيب ذا من هذا كامل أنا طالب من الدولة الموريتانية أعلن هالحجاب أعلنها أنا بعد طالبين عود الحجاب طالب من الدولة الموريتانية أنها تلقي السفارات وكل دولة تدير لنا في السفير تدير لنا في المحجاب لأن هذا هذه الأموال الطائلة ينجي وتم تقسم على الموريتانيين من الحجاب إذا قاعد يعود خير من مردود السنم وخير من مردود الصيد وخير من مردود تازياز وأنا أرى أن هذا ما هو معقول هذه الأموال إذا هي مشبوهة موريتانيا معروف عنها بلد بلد تبيض الأموال وهم مليون هم مليون حيش مردو حاول يكون سير مقرر معنا عندك قاعد عندك كتير لا ما كتير ومعنى أنك لا تطيب كلمة تطيب كلمة لا رجعنا كتير هم نقطة هم صوت يتكرر لأنه محمد دحان ما هو داير كتير لأن حاولوا كان يرجعوا نضيفوا حد عنده ملي مداخلة يمشينا ريكويست نعود نضيفوا محمد رمين والبو عمام رانك مانك طالع عليه حاول ترجع لنا نعود نواصل مع محمد دحان وايضا نحاولوا كان نضيف الناس حد كامل عنده ريكوست يضيف لنا اوكي نحاولوا كان نقبل اتصالات بين معي يجينا الضيف محمد رمين والبو عمام هذه المقاربه ما يوارد للاسف موريتانيا كولومبيا افريقيا على الخرق فيه شيء عجيب اذا انت ترى انها تهويل من محمد والدحان فكرة كل دولة نديروا فيها حجاب في بلد سفارات فكرة جيدة الدالة عادلة يديروك حجاب أمريك راني نايبك أوكي نحاولوا كان نقبل اتصالات رجاء محمد الأمين والبو عمامة يرجع لنا ضيفنا الثاني ما افتريناه نبقي نرجع لمحمد دحان قال نقطة مهمة أن أموالهم ما هي واضحة ويبان ماشي مع عبد الرحمن والدادي في ذاك المنطلق نبقى يوضح لنا لماذا هي ما هي واضحة لأن كثير موريتانيين قالوا ذي ظاهرة البذخ والفضة أنها قطعا ما تقدر تجي من الحجاب لأن الحجاب ما يدخل النوع من الفضة بصفة عامة ويبدو أنه هذا الملف لا هي يمشي شور المنحة اللي دائما يمشوا فيه الملفات كاملين وهو أنه يتم طيه بشكل حقيقي كيف ما تم طي ملف طائرة واذيبو وطي ملفات متعلقة بالأزواد اللي ساكن كانوا فندق فاسك وتم اعتقاله وتم حديث عنده أن هم ابنة رئيس سابق انها كانت متورطه معاه في قضيه المخدرات وحديث عن منت مدير امن ما اعرفه كان السابق والله حالي كانت ايضا تبغى من عند المخدرات وبعض ابناء النافذين من نواب وغيرهم وتم اطراق سراحه والموضوع تم طيه بشكل نهائي استاذ محمد دحان حاول ترجع لنا
وانت والضيف الرئيسي اللي هو الاستاذ محمد ريمين والبو عمامه نحاولوا كانوا يرجع لنا، وحد عنده اضافه ايضا نحاولوا كانوا يرجع لنا. نبقى نشير ايضا ان عندنا معلومات انه فما قضيه رافعين اهليه والنمجاط، ساكنه النمجاط على عبد الرحمن والدادي، وفما ايضا حمله تضامن كبيره معه، وذاك يجسدوا الكميه او النسب الكبيره اللي شاهدناها في بثه مؤخرا وتضامنت معه. قضيه المخدرات بشكل عام هي موضوع الحوار، ويبدو ضيفنا الاخر ما رينا لين نرجعوا للاستاذ محمد رمين ابو عمامه، ونرجعوا ايضا الاستاذ محمد دحان ان شاء الله يعود قباكو تير كان نقدر نتفاعل معه. سيد محمد والهيداري سو الخبير سيد محمد الهيداري، والهيداري ما هو معنا، والبو عمامه ما رينا ما عرفنا منين. استاذ محمد دحان سامعني؟ سامعني والله ممتاز، صوت ممتاز. انت قلت نقطه مهمه سابق تمشي عنها، قلت الاموال ما يقدر حد يبررها، اموال والطفره اللي عند اهليه، انت تتهم اهليه ان اموالهم ما هي طبيعيه. شو انا نتهمهم ان اموالهم ما هي جايه بطريقه غير طبيعيه، لانها ما هي اموال الناس ما في تجاره. اهليه بشكل واضح ان اموالهم ما هي طبيعيه. اموالهم ما هي طبيعيه. اموالهم ما هي طبيعيه، وهم يعرفوا انها ما هي طبيعيه، واي موريتاني يعرف انها ما هي طبيعيه، واهتمام الموريتاني بالموضوع يدل على انها ما هي طبيعيه. غير بان قد نقول عليها المخدرات، ولا قد يجزم لها من الحجاب، ولا قد يجزم لها هدايا وعطايا، ولا قد يجزم لها، ولا قد يجزم لها تركه، ولا قد ملاقدم اللي يجزم لها. فهم قرائن، فهم ادله. البلد فعلا انه يمخ اللي قال المخدرات، ولا المخدرات بحدها، بلد موريتانيا يعاني من روايه خطر المخدرات، اللي هي تزوير العمله الموريتانيه، وحتى تزوير العملات الاخرى بما فيها الدولار وبما فيها اللي قال الورو. العمله الموريتانيه كانت تخش مزوره جايه في صناديق، وكانوا ماكينات جبروا للعمله الموريتانيه تزورها ماتيها. وبالتالي هناك عده اشياء المهم اعلنوا فعلا يلا يتم تحقيق حقيقي في قضيه ذروه هلايا، غير ما هم حدهم، اراهم ما هم حدهم، ياكم عودوا عادلين ومصيفين. فماتيها العشرات ان لم اقل المئات من رجال الاعمال، ومن الناس اللي تلعب دور انها رجال اعمال، اللي عندها ثروات ما معروف مصدرها وشنو. غير هذا الطلب ارى انه مستحيل، لانه اليوم المتحكم في ذا البلد ذا هو تجار، والله ينقالوا تيفاي تبييض الاموال، وتيفاي تبييض الاموال هم الذين قالوا اصلا اصحاب الصرافات، هم المتحكمين اليوم، هم الذين قالوا كانوا اصدقاء عبد العزيز، واليوم اصدقاء الرئيس الجديد، وهم الملاك الجدد، لانهم هم اللي معدلين بنيه تحتيه لاي عمل اجرامي مالي قد يصح موريتاني يجبرهم. جات قاعده التطبيقات الجديده، الحكومه اللي تولي تكافح ذا اللي قال له تبييض الاموال في البلد والمخدرات في البلد قد تكافحوا، غير ارى انها من الصعب يكافحوا ذا النظام الموجود الحالي، ومن الصعب يكافحوا ضباط الشرطه الموجودين الحاليين، لان كلها عنده علاقه بجماعات معينه. وفما مولي روايه، كلما تم الحديث عن موضوع جدي حقيقي تمت إثارة موضوع أقل منه جدية من أجل إلها. أنا بطنت لرواية تحدث سيدك ما 20 نهارات عن اللي قالوا قضية المخدرات، والمخدرات تم فضلها موريتانيا. ما بطينا بعد نهارين ثلاثة جابوا نشي من الخمر، لتهات الناس بالخمر وخلات عنها قضية المخدرات، لأن قضية المخدرات أعمق وأكبر مما تتصور. قضية المخدرات خالد يقول لك ماش واقف مع والاهليه اتهم ما عندي لا قضية الاهليه، عين على قضية قبلها، لا موقفه عنده الحق فيه، لا موقفه عنده الحق فيه، والدادي موقفه عنده الحق فيه، والدادي جريء في طرحه كان، لا نرجع ونقول ان الحافظ اجرى كان هو صاحب السؤال، وهو المرضى الشهر يطرح السؤال لوحده واقف وحده، من اين لهم هذا؟ غير ما قال السؤال يلا نتعداه به الاهليه، مع ان يلا الدوله تحقق فيه، قايسين مد اخرى، ما يلا نستثنى وحد يسوى الصا حد من اركان النظام، لانه مولي هذا الفساد مولي اللي هو، لولا الفساد لما كان موجود في موريتانيا ما كان توجد في المخدرات. موريتانيا اليوم دوله فاشله بالمعنى اللي فاشله به المكسيك، والمعنى اللي فاشله به كولومبيا، والمعنى اللي فاشله به بنما. موريتانيا اليوم دوله بلا حدود. موريتانيا اليوم دولة بلا عملة، لأن يتم إغراق العملة الموريتانية، اللي حدد قيمة صرف اليورو واللي حدد قيمة صرف الدولار ما هو البنك المركزي الموريتاني، اللي حدوها مجموعة من التيفايا مالكين صرافات بلا موريتاني، ما بين يخلي البنك المركزي ينظم القضية المالية. أنا قلت هون على صفحتك هذه أن البنك الدولي طالب من تعود فماتيا خلية سرية لأخذ المعلومات
من البنوك يعود كل بنك فيه ممثل للبنك المركزي وطلب تعود هما فيها خلية مالية سرية، معناها حد طرالي وشي يا يسم يا للدولة للشرطة الاقتصادية وتجي الشرطة الاقتصادية تحقق معاه. بنكيلي باسم الحالة الناس تعود يبدل واحد 100 مليون على بنكيلي وما يتعرض لسقط مساءلة، وكيف تهم لي السداد وكيف هذه التطبيقات عادت أخطر قاع من الصرافات. الصرافات كان واحد لابد من يتنقل ويجي وكان يجوم أهلهم موجودين، اليوم عادوا قاع متوفرين. هذا اللي ينقاله هاي ضركاتي اللي ينقالها وسائل تطبيقات التحويل المالي، وأسهل وأسرع ولا فما تيادت معنه باقي فما ترس. والدولة قد تستفاد من هذا الذي ينقاله أرشيف بنكيلي قد تستفاد، وهذه بدون بجميع وسائل التحويل المالية تستفاد منها. لاش ياك تترسي ياك تتبع هذه الأموال وين هذه الأموال؟ اليوم أوروبا ما تقدر تمشي، ما تقدر تجي البنك جايب 10,000 وتلفن لك على الشرطة اللي تثبت هذه 10,000 أخبارها وعشرة آلاف جاي، غير هذا من المستحيل. لماذا؟ لأن الوزير عنده مليارين 3 مليارات جايبها من أموال الشعب الموريتاني، ما يقدر يسائل حد ولا يقدر يسائل يرقى. القاضي كذلك اليوم القضاة واحد منهم اللي تخلق أي قضية مخدرات يمشي ويغشي وزير العدل ويجيب الوساطات إياك تندار ذيك القضية تحته وينكفر الوزير العدل الشي، لأنها أي قضية مخدرات اليوم تولاها أي قاضي لا يحلب منها 500 مليون 600 مليون دفعة واحدة، مع أنه ضمن حياته وضمن حياة تركته وحياة تركته. خالق قاضي قد حقق تحقيق جدي إلين وصل للملف، هو ملف يوجين عشرات الضباط عشرات القضاة. اليوم ذاك القاضي ما قد تندار في منصب قضائي، دائما مجهول مستشعر. إياك يدلك على أن البلد ذا هو الذي قالوا قضية المخدرات فيه من الممنوعات، هو على البلد اللي حقق أو عبد العزيز وحقق معه وكون لجنة برلمانية وحقق يا مره في الفساد، ومضينا سنتين مقنوعين يتم اقناعنا على ان هذا محاربه الفساد ورايكم ملفات انت تتركان لي. غير نتحداك ونتحدى اي شخص للنظام ولا نظام لا يجي عاقبه يفتح تحقيق قضيه المخدرات، لان قضيه المخدرات تشمل في موريتاني من عند امام نفسيت الى الرئيس. جميل، خليك معايا. جانا محمد ابو عمامه، محمد رمين تفضل. محورنا الثاني هو الخوف من دخول المخدرات و الفوضى الخالقة من الحدود الموريتانية للشر أستاذ محمد، وخوفنا قاعد نعود عندنا كولومبيا إفريقيا من حيث المخدرات والتبطرين اللي يظهر فجأة. تفضل. أنا بالمناسبة من اليوم معاكم يا قرار مشي لك دمادات ولا والله ما ظهر لي، حاول تقرب وتزيد الصوت. تفضل. سامعني وارك والله يسامعينا. أوكي. شفت أخبار موضوع المخدرات والاشترار التاريخي اللي جاب الأستاذ محمد دحان، هذا امر تعيشه موريتاني يوميا، عايشين ولا هم بقى عايشين المذال. واكبر المشاكل اللي تواجه موريتانيا سواء المشاكل الامنيه سواء المشاكل اللي على الحدود، هذا كان بسبب المخدرات ومنها المقيطي ومنها اللي خلق في القلاوي. اذا كانت رايي في الاسباب كاملين للعصابات اللي كانت تنشط عندها غطاء امني ومن هم الدوله على انها تحول استراتيجيتها ولا تحول منهجيتها ذاك الشيء ذاك هو خلق اشتباك مباشر بينهم مع ذوك الناس اللي عادوا متضررين من ذاك هو. يقير نرجع ونقول اليوم الأمور بشكل وافي وبشكل دقيق جدا اطرحها الأستاذ محمد دحان. احنا اليوم قدام موضوع ثاني مجتمعي اكثر من هو موضوع امني والله موضوع اخبار مخدرات، وهو بعد اللي مهتمان به بشكل شخصي له موضوع نفسيات المجتمع الموريتاني اليوم تجاه اخبار اي حد عنده ثروة. والمقالطة اللي تخلق أمالي المقالطة اللي تخلق المفاهيم عن قال لك المنطق، أنا المنطق قد يقوله حد رواية يقول مثقف يقول رواية يقول عنها هي منطق مطلق وتجبر رقاش بسيط ويصادف ذاك هو عنده ورا يصادف أفكار عنده ويشك عنه ما عنده وجه ذلك. يقول لك عن مثلا وته مقطوع فرينها إذا مشات ولحقة تبلد عن هذا منطق، يقال المنطق يقول أمالي على أنها تقدر لا تعدل أكسيدان بين فرينها مقطوع، عن المنطق دائما عنده وجهين. حتى الثراء مين يعود رقاج جاته ثروة موجودة عنده تقدر تعود من طريق غير شرعي تقدر تعود طريق شرعي. قصة الطريق اللي غير شرعية من شرعيتها اللي حددها أصلا السلطة من نفسها كيف قلت قبيل اللي مسؤولة عن الضرائب ومسؤولة عن متابعة الأمن وحركة الأموال اللي تعرف الرواية كان حق والله بدي كان سليمة والله ما هي سليمة، ومن يتعود ما هي سليمة تتخذ فيها إجراءات قانونية، ومن يتعود سليمة ليست مولي مضطرة وليس هو مضطر لأنه يعلن عن مصدر ضرورته العموم ما دام شخصية خاصة وليس انه شخصيه عموميه وزير والله رقاش كان ساكن في بلد عاد في تبرق دياره عشان الدحان قال لك اموال الشيخ اياه عليها علامات استفهام وانه يؤيد
كلام ودادي انها عليها علامات استفهام. ما خالك حد ما اموال خاصه، شوف ما خالك حد ما مواله ما عليه علامات استفهام، ما خالك حد ما تخرصوا ماده طامعه فيه، ما خالك حد ما تخرصوا ماده ترجع، ولا خالك ما تخرصوا ماده مولي حاسد والله 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 حاقد عليه. هذا ذا جرت عليه العاده في كل البلد. ما كي تركب اليوم فيويت في نواك شوك ما قال فلان دمارة فاهم، ولا انك تقضم تقي ما قال فلان اطفال. هذا امر عادي. احنا نتكلم عنه هون وصول الامور من مرحله حديث مع الذات، والله حديث بجماعه عاديه، مرحله عم يجي يعود تشهير والله اضرار، سواء بشخص سواء باسره سواء مجموعه معينه. هذا هو اللي ما وصى يكون العاد حد عنده عليه دليل. مين عود مالي قلنا عنه عود عنده عليه دليل. القانون الشيء يعطيه هو ليس متضرر مباشر، القانون يعطيه حق التبليغ. مين يبلغ ويعطيه كل الدليل ويدفعهم للسلطات، ولا تتعامل معاهم حسب المسطره القانونيه. ديك ساعه عادي قد يعدل قضيه راي عام يقول انا اعطيته، شوف هذا التسجيل الفلاني، هذه التاقه الفلانيه، هذا الدليل الفلاني، والدوله ما تعاملت معه وتعدل قضيه قد الدوله في حرج اعلنها تعاقب حد معين والله والله تثبت له حقه في روايه معينه. هم تدوينه قال لك بوعمامه قانون موريتانيا وقانون امريكا يلزمون الخواص وليس فقط الموظفين العموميين بتبرير مصدر ذروتهم والبرهنه على نظافتها. هذا سوى عنه اي مصدر قانوني. هذا هذا بديهي قر عنده 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 وجهين، وما خلق قانون في اي بلد من العالم لا موريتانيا ولا امريكا ما يلزم اي رقاج عنده ذروه عند الدوله العالميه بين بين الدوله تبع منها بعد الاعتراض. هذه واحده. غير الثاني يصع عن افصاح للعموم او للعلن عندك ثروه ليكي، هذا لا يوجد لا في قانون موريتانيا ولا في قانون امريكا بالنسبه للخواص، انما بالنسبه للعوام الوزراء والله بالنسبه معناها بالنسبه للموظفين العامين عليهم عليهم ذاك القانون ذاك قد يثبتوه. ولا والله اللي مالي عنه قاعد في موريتانيا يلا نعطانا قلت لك غير على سبيل المثال عن حد ربح هون لا تم قاعد بباط دولارين وشرب بيهم ورقه ياناصي ميجا مليون وربح مليارين عندك ديشوا واحد تجي تتوصف مع الشك والثاني تعود انونيم ولا ينقال اسمك ولا يعرف به. اذا فهمتوا دولة عالمة عنك رابحه بطريقه شرعيه وموجوده في كونتاكتك، غير الناس الاخرى ما يسالوك شيء لا بينك معهم شيء تنعتوا لهم، ما لك مضطر تشد معهم الاخبار فيه ولا لك مضطر تبرر لهم. هذا يلا ناس وتعرفوا على انه حتى في القانون انه موجود ومالي لا يدفعني معك استاذ محمد دحان في نقطه انت هو موجودين. استاذ محمد دحان الاغلبيه انتم حاسدين اهل اياه، انت حاسد اهل اياه. لا انا شوف 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 انا اتمنى خير لكل موريتانيا يعلمهم الله. حيني 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 اقول لك ونتمنى كل اللي موريتانيا لانه يعود من اغنى الاغنياء اغنياء الكره الارضيه غير ملي انا خارجين روايات ان شاء الله عودوا واضحين فيهم. ولا هو قاع قضيه اهلاويه ما يلا نربطوها باهلاويه موريتانيا ذي الظاهره اللي فيها اللي ينقال له الطفرات في الغناء ولا هو اهلاويه وحده ما راه موظم اهلاويه لانها مده قايله اعلنها ماسها قدر من التبجي وظهر عليه هذا وظهر عليه هذا حتى مو هما قاع كادوا قادين يقدوا يمدكم موريتانيا ولا فطنهم حد كيف عشرات مئات الافراد فمات فيها اللي مالكين موريتانيا واللي عدلوا اسر وعدلوا اسامي وعدلوا تجاره مبنيه على المخدرات واليوم محترمين في المجتمع ولا يقد حد يسمهم ولا يقد حد يرصف عليهم وهما هما تجارتهم محل شبهة ومشبوهة. ماذا من راجل اللي حيته زينة ومتقدم في قبيلته فقيه ونائب في البرلمان وهو يتاجر تجارة السموم راهما فماتياها راهي فماتياها نوع من الأدوية ينباع في من المخدر يستعمل كمخدرات ومستغنية منه الرجال وراهي كانت دبيتات وكانت وما زالت شيوخ قبائل وما زالت في البرلمان اليوم وهذا بالعشرات في موريتانيا. مجتمع موريتاني متصالح مع الذين قالوا الفساد المهم يعود عندك شيء وده ما هو شيء جديد هذا المجتمع هذا هو نتيجة خلفيته البدوية ونتيجة الماضي الفقر المتين والجوع المتين القط خاضع للأجداد اللي يقولوا لهم هم السلف الصالح وتصالحهم على الذين قالوا الفساد ما هو شيء طارئ لأنه تهنتي تصنع عادي قالوا استعريب وتبنضيك ساعة وذلين قالوا الحجاب عدل وذلين قالوا الدجل والخرافة عدلوا منه ذيك ساعة عدلوا منه الكرامات وعدلوا منه الصلاح والأولياء وعادين قالوا نركات يا أولاد الصالحين معناها أن التصالح ذا المجتمع مع الفساد وليوا لعناق النصوح. المهم تعود تومتين وعندك شيء وهذا هو الواقع اليوم اللي يعيشه اليوم غير المشكل إذا أن المخدرات دقيقة المخدرات اخطر منها كامل. ايطاليا عمرها 5000 سنه في الحضاره تقريبا روما وذا كامل بعدها وراهي فيها السلط فيها ديمقراطيه حقيقيه وفيها استقلال السلط وفيها قانون حقيقي ما زالت الى الان قارب هذا اللي قالوا ارث المخدرات والمافيا اللي فيه 200 سنه قلبها تاخذ الى اليوم ما بالك بدويله ما فاتعت موجوده لما اللي ظهر خطورته ظهر على المجتمع
خصوصا خلينا نقيس لين قالوا المجتمع البيضاني، لين قالوا المجتمع البيضاني يعيش للبلخ. ذا هو المهم انه ذا هو اليوم عاد شنو هو هو اليوم، حتى نمو الديمقراطي ما يقارن بالمجتمعات الاخرى، لان البيضاني اليوم ما يقدرش البيضانيه ما هو بخمس ملايين، لا بقى صيعود يبيع المخدرات، ولا بقى يعود يبيع التسامح، ولا بقى يعود يبيع ماء وزمزم، ولا بقى يعود يحجب. خلينا نقول بدها حق الله من المشاهدين، بدها بنعجل سؤالك ومداخلتك، صار بنرجع للضيوف. بدها قلع ايدك وتكلم، نعطيناك المجال. ما وجاب. رجاء حط طلعناه الشباب، انتم مكتوبكم دور تطلعوا وعندكم اسئله للضيوف، حط طلعناه يتفاعل معنا ويطرح سؤاله ويتفضل. هاي شوي وفي الفكره. وفي النقطه نرجع للبرنامج. الخطوط اللي قالوا المخدرات على البلد. انه بلد ما تقدر ينفذ فيه اي قانون، وهذا هو الواقع اليوم الموريتاني. احنا اليوم الموريتاني فيها لا كارتيلا، فيها مافيا. المافيا اصلا في المكسيك وكولومبيا عندهم موشم. نحن المافيا اللي عندنا اليوم مافياويات قبليه. انا لا نجيب مالي اسمه منين جايبه، غير حتى كامل مسني لا يجدوني قبيلتي، عاد هما اللي خالقه مافيا لا يعدل اللي مافيا حولي، لا ينقبض الصحافه ولا ينقبض المدونين. وهذا راه هو ما قليل حد سالك منه في موريتاني، فهمني؟ وراني بعد لا بريء نفسي، ماني لاهي حط راسي كاني هو الرسول وكاني هو الانسان اللي قرر الجيد والصالح، لا ابدا انا لم غزيه، فهمني؟ غير انا عندي الجراء ان نقول للحسبي، والله الواقع اللي والله ما اعاني منه. المهم انا دائما تبرر البيرام، اخطاء بيرام تبررها. نو ابدا انا ما نبرر الاخطاء، انا ما نبرر الاخطاء. تقول الايام متبدين يقول لك انصار، اذا بيرام متناقض في مواقفه لا يجبره. انا اقول لك انا ما قلت انهم متبدين، قلت انهم موتوه مد متعدل على بابها من الناس الاولى الفايده زاد. اللي ظهر عليهم قاعد وهم كان قد ما يظهر عليهم، لانه فما فيها واحدين كانوا يمارسون العمل. اذا هو هم كرماء برامك حاسدينهم، انا كرمهم ما نعرف له شيء، فهمت؟ يعيدون عهد برامك يقول لك انصارهم. هذه عهود بالنسبه لي انا، الكرم اللي مفهوم ونسبي، وكرم اياك ان قال لك واخيرت ما هو كرم، فهمني؟ كرم لاك والامريكي اللي عدلك، الامريكي تلحقوا البلاد ويعطيك شيب ولا يعرفك ولا يعرف سبوك ولا اسم امك ولا يعرف انت منين جاي ولا من دوله جاي. ذاك هو الكرم، هذا كرم عند البيضان وكرم عند العرب. ياك واحد تقول له قويف والله تقول له قصيده، هذا ما هو كرم. والله ياك تنازلوا عشان كرامتك، هذا ما هو كرم. فهمني والله ما فهمني. هذا هو مشكلتنا احنا هنا يا موريتاني، ان احنا مشكلتنا ان عقليتنا شنو هي؟ جمع المال. فهمتني؟ المهم واحد منا يخرج من داره ماشي صياد، وتوه صياد في الزمن الاول اللي يروح شيه لا يخبطها بسهم عنده ولا بروايه. وهذا هو الموريتاني عياتنا احنا البيضان. فكره انا ماشي لين صيد، واحد يمشي من الحاضره قايش لدشر مراكشو يمضي فيها اسبوع، حاضر عن الدوله، حاضر عن الدوله وحاضر عن الديمقراطيه وضد الفساد، وهو لا يروح الحاضره جايب هذاك اللي قبل من الدشره. نفس الشيء اللي قالوا ابناء موريتاني لا يمشوا يجيبوا له في العالم، العالم اللي رأينا المخدرات واللي رأينا، وإذا نعاملوا به الدولة نتعاملوا به فيما بيننا. محمد يشبع رغبات حين شوي، يشبع رغبات مادية بحتة، إن واحد منا يعود وتاتو ياسرين، يعود ديار ياسرين، يعود خيام ياسرين، معناها رغبات حتى تقول إنها حيوانية حتى لا تؤثر مستوى متوسط العمري، ما هي باطل كيف الرغبات يشبع هذا العالم الآخر. لماذا؟ لأن احنا عندنا خلفية جوع وخلفية حرمان، عشنا في الأرض البائسة هي، وهذا ما زلنا نتوارثه. يتم توارث جيناتنا دائما، الخوف من العوده للفقر، الخوف من العوده للجوع، فما فيها عدم امان حقيقي، ما يحقون ما هو تراكم الذين قالوا الديار والفضل. محمد هذه النقطة مهمة. الناس اللي نتهموا تمترسوا خلف المدونين وخلف القبائل، وهم وفد من كنت قاسم الودادي، ودائما امورنا نبقوها لا ملمومة. تفضل. شوف لين نقول لك رواية اخبار. أنا أهم عندي شيء، أهم عندي شيء هذا كامل، موضوع هو الأخلاقيات المجتمعية اللي بين الناس، اللي يديرها صار قانون والله يديرها المجتمع، اللي من أهمها الاتهام المباشر لأي شيء يسوى هو شنو، أي رقاش بأي شيء أن يعود مشفوع بأدلة يقينية وليست أمور ظنية، هذا بشكل عام. الثاني يقول لك رواية قاع مثلا تصب حال عندك منين يخلق تحقيق ويثبت عن أموال الشيخ أياه، أولاد الشيخ أياه رحمة الله عليه، لأنها شرعية تماماً، ولا قاعد الدولة ما فضلت تقول ما صار هو شنو، قالت عنها شرعية والله ما طوالت في الأخبار. سمونك عن الناس اللي كانت ترجاهم اللي تفرح، والناس اللي كانت تثير ذي الأسئلة أقلبها إلى 99% منها لي يحزن ولي تشيان عنده الموضوع به اللي ما تحقق ذاك الكلام في أخلاقه هو. هذه لازمة إنسانية. والصبح إذا خلق العكس وثبت عنها، وهذا هو اللي راجي ياسر من الخلق لي عدوخها أنا حقيقية وأنها أموال مشبوهة، ليفرح ذاك بالخلق عنه توقعاته كانت مولاه، ليحزن عن خلق فم ضرر على مده وعلى وصف
الشرق وعلى مدى كبيره من الفضل في هذا الشيء اللي هو. فاحنا ما نقدر نجول في النفسيات البشريه ولا نقدر نعود حسب الاهواء. خالق شيء منظم عندك دليل على روايه سايفها بسم الله قدمه، عندك لا مجرد امور ظنيه تكلمت عنها يقل لا تخليها في كلامك عنها ترقى المستوى على انها توصل كلمه اتهام، وهذا هو اللي يخلق للاسف الشديد كلمه اتهام من يتوجه للرجاج معناها عندك بما تتهمه به، وانت فين تكون تعود ما عندك ما هو الرمزيات واشترار تاريخي الاخبار شو يخلق في مافيا الفلانيه ولا يخلق في بلد الفلانيه ولا يخلق في المكسيك ولا يخلق في كولومبيا. هذا غير منطقي وغير منطقي. بعد موريتاني تعاني من المخدرات استاذ محمد. لا موريتاني تعاني من المخدرات. شوف موريتاني تعاني معاك انتهى غوردي جنات واغراق البلد. موريتاني تعاني من جميع انواع الفساد المجتمعي. موريتاني تعاني من جميع انواع الفساد المجتمعي خصوصا في ذي 15 سنه التالي. لا احنا لا خلاف عليه، تعاني من الفساد الامني وتعاني من الفساد في نطاق المخدرات وتعاني من الفساد في الاخلاقيات. ما خارج نوع من انواع الفساد ما ديفلوب لانه يتخطى القرب في 15 سنه التالي. هذا احنا ما لنا مختلفين، احنا نتكلم عن المسافات بين الناس، المسافات اللي حدد الدين، المسافات ويقول لك عن اخبار اني نتهم رجاج وتوب نطرح لي اتهام. هذا نطرح وانا نقعد حد نقول فلان ذاك بني جاي فلط يغير منين نوقف انا ونقعد في الفيسبوك ولا نقعد في منصه عامه ونقلع فلان بالماره. هذا ما هو صالح. مجرد ما الاتهام انا ما عندي عليه دليل ملموس، عندي شيء من الامور رابطها الطياره مشات وخط هوك وفهم، هذا يعود ما هو صالح. اولى بنا الصنقيس والامور اللي نقدر نعدوا فيها بحث كمادة عندها مستوى معين من الوعي ونحقه في اموال موريتان ذروه موريتان منين قاست اللي واعده ماده قاع ما يمقمله فيها ماده مجرد موظفين نحن هم اللي خلصوهم وهم عندهم المليارات ويتمتعوا بالنفوذ ومنين يركبت واحد منهم عنده المليارات ومزارع راس عمل وعنده المليارات نتخطى وذا الشهر الخصوص نتخطى شهر الخصوص. عود عندك من الأدلة اللي تقد على الأقل تنور بهم الرأي العام. الأدلة فويتات في سكسات يعطوا 20 مليون في العراس يعطوا 200 مليون. أنت تتكلم تتكلم اللي عن حد ساعة إحنا ما نعرف. شوف شوف شيخ شوف 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 هو قال بني إسرائيل المسيح عليه السلام قالوا كنت نجارا أصبحت نبيا. فهمتني؟ حتى ملي عندك شيخ ملعيني كان راجل من أهل الولاية ومن أهل الصلاح في الشمال في المغرب إني خلق الجهاد وطرح عنه المصاحب وطرح عنه الكتب وطرح عنه دور بدم دفعه وعاد مجاهد وجاهد في موريتان وجاهد ضد الفرنسا والفرنسيين وجاهد ضد البرتغال. عندك علي الشيخ واللي مما ساب يقعدوا قاع موريتاني في البطاري رحمة الله عليه من ستينات القرن الماضي هو بلاتات وما يوقفوا عن الضلع ولا عن مبارك وعمار ولا عن طار كامل عشو قدر من يجاهده. فهمتني؟ عندك الشيخ حماه الله، عندك الشيخ إبراهيم ياسر رحمة الله عليه، عندك الشيخ احمد دبنب. هذه امور اشترك اجبيت تشوف معاه خرق وعود فم قمنا على انه لا يحصل 10% من الواحد يعتبر من نفسك تمس المخرج بيع عنه مسلف الباقي يغير نهارك ليه تمرق بيطار عنه يسال ذاك الباقي والله مسلف والله معطيله. يعود عندك دليل ابسط دليل يقد يعود خير تقبل الدوله وتعود تحرجها به لما تعش تتعامل معاه بيطار تبليغ العدل. انت عندك لا حق التبليغ، انت ما عندك حق الشكايه، انت عندك حق التبليغ عن خالق روايه مشبوه خلقت عندي عليه كذا كذا كذا. الدولة تحقق في ذاك وتقبل فيه المصالح. ما قبضت هيك ساعة اشكي مالي من اشكي عندنا قضية رأي عام بيك اللي عندك أدلة ذابتة. فهمتني؟ موسى عليه السلام ايش قال بنو إسرائيل؟ قال لهم موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذا اللي عنده ما عنده في شيء، ما عنده ولا ديرك تعرف عنه بصيفته ذيك ضامنه. والحق حق عند الصغير وعند الكبير وعند النبي وعند الإنسان. جميل. حمد لي حنقبل أمريكا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل محمد الزين والمعلوم ما يمودي تاني هنا في أمريكا. حالك يا كرباس؟ أهلا وسهلا معك دحان وأبو عمامة. مرحبا وسهلا. أخيرا أنا عندي سؤال للأخ دحان. نعتذر على إني ما سمعت مداخلته كاملة بإني كنت سوق يقرب بعد سمعت شو من كلامه. أنا ذا السؤال غرك اللي دائما يطرح بعض الناس على أهل الشارع خياه من أين لكم هذا؟ أنتم أصلاً أنتم هذه المدونين وأنتم هذه الناس اللي تطرحوا ذي السؤال دورهم هم يجاوبكم بيه. أنا بعد هنا راني ما ندافع عن الشيخ خياه ولا الشيخ خياه ما نعرفهم ولا عندي بهم علاقة. يقير هذا هو اللي جاب لي اجتهادي. أنتم هنا تياها تطرحوا ذي السؤال عليه للشيخ هلاياه ودورهم يجاوبكم لي على أساساش؟ أنتم الدولة يالتكم تعرفوا له والله شنو بي صيفه انتم تطرحوا السؤال عليه للشيخ هيا
هذا السؤال يلا 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 طرحوا تطرحوا الدولة علينا الشيخ هياه، والدولة تقعد تعرف مصدر أمواله للشيخ هياه، والدولة من درا كان الدولة ملزمة بكل شيء تعرفوا تقولوا لكم أنتم. هذا السؤال أنا راه لأنه ظلم إنه ما هو مناسب، ولا هو يلقكم تطرحوا له الشيخ علي أو الشيخ هياه. الشيخ هياه ما هم ما بيهم حد قطعة وزير، ولا بيهم حد قطعة جنرال، ولا بيهم حد قطعة مسؤول في الدولة. اشخاص عاديين عندهم شمل ما يحصلوا به طريقه يحصلوا به. انتم ما هم ما ملزمين بيقولوا لكم، والعاد حد ملزم بيقول قالوا قال للدوله، وعاد انتم تقولوا العالم الاخر. العالم الاخر ما فيه مواطن في العالم يعرف مصادر اموال الناس كامله، ولا مسؤول عنه، ولا قد يسول عنه، ولا قد يطرح عليه السؤال. سؤالي قد يطرحوا البنوك اللي يجيهم الناس اللي يتفسي فيهم اموال، وقد يطرحوا للدوله، يطرحوا للمسؤولين. يقال انتم اشخاص عاديين جايين يعني تقول لي اعطيني مالك، من اين لك هذا؟ باي موجب؟ ومن اعطاك الحق؟ من انتم محمد دحان؟ من انتم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سامعني ولا سامعينك؟ من انتم؟ تفضل. سامعينك؟ لا، بالنسبه لي ارى لانه السؤال اللي طرحوه شفت الشهايات. بالنسبه لي انا يعني يطرح السؤال على الناس كامله اللي عندها اموال مشبوهه، والاول منهم المفسدين اللي اكلوا اموال الشعب ذا، هو بعد قاع اللي هم سبب ذا الفساد الموجود، اللي ظهروا اهل فلان وظهروا اهل فلان وظهر فلان وظهروا المخدرات وظهروا اهل الدول المزوره وظهروا اهل السلاح واهل الذهب وذي روايه كامله. الرقال صحيح كان هالايام ارتكبوا عده اخطاء، والخطا الرئيسي بعد بالنسبه لي انا قاعد ارتكبوه ان فهم ياسر الناس امثالهم وكيفتهم غير ما عدد العدل. هم أهلاياه كانوا مشارك قوي ذا النظام خلال ذا اللي قالوا حملته الأخيرة. أهلاياه قاسوا السلطة التنفيذية نظام فاسد وعادوا داعمين له، جابوا له آلاف البشر وكانوا ظاهرين يظهروا في مهرجانات وفي أي مكان، وبالتالي عادوا جزء من ذا النظام ذا هو. وبالنسبة لنا كمدونين والله كأناس مهتمين بالشأن العام اللي يظهر فاعل حقيقي والله فاعل عاد قاع فاعل رئيسي في جهة معينة ويجيب الآلاف ويرغمها على أنها تصوت، يستغل ضعفها وجوعها وأمورها. بالطبع ده تعرض له الناس ولا يبني راسه شارع ولا يتيون التقمرته يسول عن أمواله. هم إذا كانوا مشاو داروها في ديار الزينات وداروها في النمروات كي معدلين واحدين وداروها في السرايك، ما هم سولهم حد عنده مرض لنا يهتم يسولهم حد ما وحطها مع فيهم والله حد يدورهم يعطوا الشيء. لأن مثال هلاياه قلت لكم فمات يا منهم المئات. أنت مع ذاك واحد ما عنده خمسة، أنا أعرف واحد عنده بيساري ما فيها مليونين اليوم يحرك في قريب من مليارين. هذا انواع في مودي ثاني فمات يا كم من رجال فمات يا مئات، ما خارج قبيله ولا خارج فينا ما يعرف قريب عنده ما كان عنده ما بيته ليلتي ولا خلى له بوشي ولا عنده علمي قد يجيب له ذا. معناها انه يصبح لك الصرح بين عشية وضحاها، هذا هو لك هو غني من اغنياء لا مودي ثاني. كم الناس ترد وتقول قال لك الحجاب شوف هاي قضية الحجاب هي اللي رضينا عليها. قاموا ذيك الساعة واحدين في نواكشوط ولا يمشي واحد ويجيب مليار وضع مليارين ويحلك في القاون والمراد والزرق. ذيك الساعة احنا وزن السقار همات فيها في نواكشوط اللي انت مسولين قالك فلان لاجبر خليجي حجب له وفلان لاجبر اماراتي حجب له وفلان عقبت ذيك الساعة تنتقد قضية الطائرة في نواليبو تنت هو قاعد الرواية. إذا كان ما دخلوها قاعد قراش نواليبو وتشعشيعهم الواحد فيه ما يفطن لها قاع، هي كان واحد فيها التجار عدلوا منها الفضة وعدلوا من المليارات وملكوا من القصور وملكوا من المصانع ونورماليزات في الشعب في المجتمع خيرت المجتمع عاد واحدين فيها فمات فيها. معناها قضية المخدرات ما هي جديدة على الذين قالوا المجتمع البيضان ومتجذرة فيه ومشكلة على جميع السلطات امبليكي في القضية. اليوم خارجين موظفون سامون في وزارة العدل وقضاة وخارجين ولات تمت إحالتهم المجالس التأديبية ومكتب فيهم أنهم يلا يصرحوا اليوم هم يشغلوا مناصب حقيقية من أكبر المناصب في البلد. نحن موريتانيا. تفضل معك بو عمامة. تفضل بأدمة. السلام. سمعت بو عمامة قال لك هذه التهم والفضل دون أدلة، قدموا بروف والله سكتوا أنتم حسادة. لكن لا محمد واصحابه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وراني مسلم على الناس كامله وتوب. بالنسبه لي انا بل منين وفى محمد هو اللي نبدا به انا بل منين وفى محمد بالنسبه لي انا عن دارك موريتانيا عاد كل حد
هذا الرجال الاثنين، واحد قالوا من الحافظ وواحد قالوا من الودادي، بما اني قال ماني مع ذوك ولاني مع الناس اللي لا يا غير ان عرفوا توف ان حد كامل، حد كامل يتكلم عن الفساد، والله حد كامل يتكلم عن تبييض الاموال، والله حد كامل يتكلم عن المخدرات، يصبح عدو المتملقين والصفاقه يا غير ما يصبح عدو الوطن، باللي المواطن الوطنيين عادوا ينعرفوا. بالنسبه لي انا مولي حسب الدوله وحسب محكمه الحسابات وحسب اللجنه البرلمانيه خالق 107 من السراقة في موريتانيا معروفين، عرفهم اللجنة البرلمانية وعرفهم اللي محكمة الحسابات، هذا الناس كاملة تعرفه. وهل الشيخ أيها مشكلته ماش هو ما حاسد، ما حاسد لهم حد يا غير انت ني تقول عنك انت هذه السنة الفائدة، السنة الفائتة عنك وخلت مليار من الأوقية وعدلتها في, 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 في عمليات شنقالة، عمليات ما اعرف كان عمليات اجتماعيه، والله مليار، هذه المليار منين جايه؟ باللي الناس دول تسول، ناس كامله تختار تستغنى، ناس فقيره، ناس كامله رصفت الحيط، ناس كامله عاتت دور الفضاء، ناس كامله عاتت دور الثراء الفاحش بالعجله، ناس مات لحد قد يشتغل. وتو بالنسبه للودادي والحافظ بالنسبه لي انا قالوا ما في، ما في شيء يعني هم يسولوا تو وهالايه يعطوا يجاوبوا باللي الناس، ناس كامله تعرف هذه السنه نحن الموريتانيين نعرفوا السنغال، شيوخ السنغال يتلقاوا الهدايا بالملايين يقد يعودوا قابل المليارات. خالق شيخ توفى ينقالوا مبيت وشون كان يتلقى كل سنة والله كل سنتين يشيروا له دار هون في أوروبا، والسنة السنة الجاية يشيروا له دار في أمريكا. يقعد ذوك يذوب عندهم تلاميذ ياسر يعدلوا ذاك نيو يسوي المصدر فاتو شنو قد يبررها اللي قد يقول عند تلاميذ راهم بشراره وهما ما قالهم يعد يجو واحد منهم يقعد والله ممثلهم هما يقولوا عن احنا يلفظ اجبرنا كذا وكذا وكذا. هي ما تلا قضية الحافظ ولا تلا قضية الودادي، عاد قضية وطنية هما العادي قد يجاوبوا على السؤال يجاوبوا وتوف اذا ما في مشكلة باللي قالوا تفضل. شكرا با. هذه الرؤية كيف تراها؟ الناس شافت تبطرينهم والناس تبقي تبطرن، الناس تبقي تبطرن، تبقي تبادر الحسان وتبقي تركب سيسو فاوي. نقول لك مسلتين مسلمات مجتمعية عندنا في موريتانيا وتعارق الحسان. تفضل. مسلتين مسلمات مجتمعية عندنا في موريتانيا خالق معني قاع ما نبقي التسمية، فهمتني؟ ذي التسميات هي هي واقع احنا مجتمعنا من نفسه، خالق قبيلة وخالق مجموعة معينة لشت منهم فقير لا تستقرب بهم اللي فضل ما يلموا عندك انت وعندك الأشياخ، هذا تربيتهم ذي هي فاهم معروفين. قال لك ما هم متكنتي وليش ياخذ القطعه دي تطيح في يديهم بيهم اللي كنت ذا اللي عندهم ما 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 يبقى لهم فاهم. اذا شتيهم فقير لا ماشيين قال لا تستغرب وليش ياخذ القطعه دي عندهم اللي معروف عنهم يقسموا على تلاميذهم. السياسه دخول مثلا التعقيب على كلام الاستاذ محمد قبيد قال في اخبار انهم حازوا على النظام، من اكبر من اكبر تجمعات في الطرق الصوفيه في الزر اللي احنا فيه في السنغال، الشيخ ابراهيم النياسترامي، الشيخ ابراهيم النياس رحمه الله عليه، والشيخ احمد دوبامبا، وهذا كل عمليه سياسيه لا يمكن ان تتم عمليه سياسيه في السنغال من نفسه ولا في الدول المجاوره لهم ولا في مالي، ومالي من نفسه عندك الشيخ رحمه الله ما يقد يعدل وبدا مات الدرس عن كان في الحاجه في الوقت يعني اللي هو مع حكومتين والله هذا في السنغال كان واحد من اولاد الشيخ ابراهيم النياس والله اولاد اخوه في التشكيله الحكوميه لانهم وزن سياسي واستقطاب سياسي لياسر من المجاميع. توبا من نفس هذا اللي حجلها سنويا من الناس اللي قاصده الشيخ احمد دوبامبا اكثر من اللي حجر من طبعا حجر قريب من 4 ملايين هم اللي يبطل فضاء شراوا قال لك 500 رقاج جابوها للنمجات وفق محمد دحان ما هي مدة عملية شوف. سياسية بس هي مدة غزواني. هي مدة حنقول لك هي مدة لان يخلق موسم توبا من نفسه تنقلق الطريق كاملة من دكار إلى النمجات فهمت من التلاميذ اللي مريدين لهم استغرب عليهم اللي عاد عندهم مثلا 100 والله 1000 والله 2000 والله 3 من تلاميذ موريتانيا يسمعوا لهم الموت كلمتهم يحيى وكلمتهم. هذه امور هي اللي يلا تمشي فيها الناس تخلي عن الامور بصيغتها الطبيعيه اللي ما فهمتني ما هي مفاجئه. منين عطس عندك شيء مفاجئ للراي العام والله عندك شيء مثبت للراي العام ذيك ساعه نطرحه حتى ونقدمه ونضحط به ذيك الروايه اللي كانت خارقه الاولى. لو خارق الامور الثانيه اللي ظنيه والله الامور التقديريه احنا نعرف عن ما خارج في السماء ولا تمطر ذهبا فهمتني يا قار السماء اخبار من السماء اللي قانعين احنا قار شوف السماء اللي قانعين احنا ناس انا لا تمطر ذهبا السماء اكبر واسع من الارض والارض ما تدق فيها موريتانيا تدق فيها بريده منها تخبط فيها فيها شمام قلت لك الفرن من الذهب والله كيل من الذهب فاهم. هذه مفاهيم خاطئه. الانسان قد يجيه وقت ما عنده خمسه
ويصبح الصبح في حالتين، وعنده فعلا حالتين، عنده حالة شرعية وحالة غير شرعية، هذا يعني مفروغ منه. يا قارن ملي اللي يعود يمشي فيه قمنا، والله قمنا عن العود صالح، وذي اللي فات خلق كامل ملي المعدل بيها لا شيء غالبا صالح ومعونة للناس الضعيف، هذا من تبي لابسه على طهارته، من يثبت عنه كان على طهارته له نفرح، ومن يثبت عنه ما هو على طهارته يلا لا نعود إنسان طبيعي ونحزن اللي خيبة أمل في رواية معينة. أما أني نعدل شنو الافتراضات ونطرح شبل الأسئلة الكبير ونفهم نطرحه كتوجيه للتيام. أنا منين نسوي لك اليوم القصة هون كاملة محور حول توجيه للتيام وليس حول الساعة. أنا من نفسي مسول عن فالتير الشيخ هيا من يجابوها، مسول عن فالتير فلان من يجابوها، مسول عن فالته العبد الله من يجابه، وفالته البعمات وفالته غير وغير لين دور بالطريقة دون حصل الفضل اللي هي غير ما هو الدرجة ترقى علني نتهم أي شخص مهما كان بشيء أنا ما عندي عليه دليل. ذا هو الفكرة العامة اللي نختار توب الناس توافق معايا فيها، والله قاعد فرصة لي توافق معايا فيه اللي هو عن فين تكون شنو هو لا صح لا صحيح. هذا منين يعود رئيس دولة نظير عليها أسئلة، منين يعود مسؤول دولة نظير أسئلة، منين فارتك ويا الله يثبتها بالنسبة للدولة بنفسها، منين يعود شخص عام ما عندنا عليه مشي ما هو علنه قطرات الثروة بالنسبة لنا غير مقدرة نقدو نقبلوه عنه كانتير وكانت أفضل مليار عند الشيخ تعود معقول عند الناس مقدرة عن ثروة عنها كلها يديرها في رأسه في تصور شي 300 مليار وشي 500 مليار وكلها يحجمها فهمتني وكيف ما كبرتها الناس تكبر معها السؤال من نفسه. غير السؤال دائما نختار نقول لا يجب أن يرقى لمرحلة الاتهام. جميل. بين احنا ما عنده حق نتهمه، ما هي تمت عنده حق نتهمه، ما هي عنده. جميل. يلا محمد دحان تأصيل أخير ذي الحلقة لذي الموضوع تفضل. نبقيك دي الصورة لأن يتحمل ما أقول صوتا وصورة. الصورة ما هي ظاهرة. صورتك واضحة راعوا فيك محمد الراعوا فيك. عضو حيوان ما هي ظاهرة. فيسوق نحن راعوا فيك دير كتير تصرات سبون. المهم بالنسبة لي أنا نختار نطرح لهم باطل السؤال بالمقابل. ما دامت أمواله للشيخ أياه أموال مشروعة، لماذا هذه الهدايا ذي الضخامة ذهية لأركان النظام الحالي؟ هذا سؤال مطروح. نحن هذا تعود توكلنا مادة واكلة ثروات بلدنا وتجي مادة أخرى مالية وتطابق لها من فيكسات ومن فيوتات ومئات الملايين. هذه واحدة بالنسبة لي أنا. لا كيف زين العابدين زين العابدين زين العابدين يعطوا الفضاء للمسؤولين وصل ما بيكنا ساكتين عنهم زين العابدين ليلة نهار نقولوا على أنه من أين له هذا وهو من نقاط استفهام حول ذروته وحول بداية حياته وكيف تهون بعماته وكيف تهون بعماته وطننا بالنسبة للجماعة كاملة السياني عندي وكيف تهون بعماته وفاتهم طرحوا لسيدة ذروته أخبارونها ومن أين جايها ذا شيء من خلق اللي ظهرت عنده طفرة مالية بين عشيته وضحاها هو في المليارات ما هم اللي 100 مليون والله 200 مليون والله 10 ملايين حتى زاد ملي. بالنسبة لي أنا أتفق مع الأستاذ أحمد لمين البعمامة فعلا أني أنا ما قد نتهم أنا قاش بتجارة معينة ما هو يقعد عندي دليل. وعبد الرحمن ما دام اتهم بالاتهام قطعا قايلا على أنه عنده من الوعي وعنده من الحرص على المصداقية على أنه عنده أجلة وما حق أنه دار يقدمها في محلها هذا هو ظني به فهمت. بالنسبة لي أنا قطعا أموالهم عليها الشبهة والشبهات تعود لا على أموال مخدرات أموال تبييض الأموال وحتى إذا عاد حجاب يتم لا تبييض الأموال لأن حجاب ما هو نشاط معترف به عالميا. الدولة الموريتانية ما ينبو بوعي الحجاب في ميزانيتها وإذا عاد تهمها تقبله وتعترف به وتعترف أنه موجود جالها تبوب عليه الميزانية ويتم ويندار عليه الضرائب يندار على الضرائب على الحجاب إذا هو معناها على أنه قطعا هاي الأموال وراها الشبهة وما بتصرفهم هما وبذلك ماذا أخذها هو وبقربهم من السلطة وتوددهم لها والسعي في علاقات معها في ذي الرشاوي ذا هي هذا يطرح أكثر من علامة استفهام. اليوم القضية اليوم بالنسبة لي أنا هذه القضية ما يلا توقف عنها للشيخيات يلا تعداهم شر وناس آخرين للشيخيات يلا يحقق في ملفهم يلا يوقف على الشيخ يلا يتعداهم شر وناس آخرين بما فيها زين العابدين وثرواته بما فيها احنا اليوم علينا وزير اول عنده زاد ملي هو ثروة طائلة لا مها في رجال اعمال اخرين ولا مها في روايات اخرى ولا معروف ملي مصدر ثروته شنو وهو متهم ملفات فساد يلا يعرف ثروات الخلق ذا هو ومنين جايته ويلا ملي يرجع الدولة عندهم الوسائل لها الدولة نظامها المالي فاسد لماذا تعود سينيغال القروض اللي تقبضهم عند العالم سينيغال ما عندها موقفته تقبض القروض بمليارات الدولارات
ويمولوا لها مدن ومصانع ومصاغي، واحنا قاربنا عندنا الحديد وعندنا النحاس وعندنا ارضنا على بحر من الذهب، ويقلبنا نجبروا قرض 100 مليون. لماذا؟ لان العالم كامل يعرف ان ما انا دوله قانون، ويعرف ان دوله لا قانون فيها، ويعرف ان دوله ان بلاكتورنانت ذلين قالوا المخدرات وذلين قالوا الاموال المشبوهه من العالم كامل. وهذا محمد حنيني هنا واحد من انصار فردو حنيني هون محمد الامين هو سيد كواش من انصار اهليه. تفضل محمد الامين. تسحرك يا رباط. تفضل محمد دحان قال اموالهم عليها شو التحقيق فيها. تفضل. انا قاعد استقرب من القضيه اللي هي التحقيق القضيه هدايه ما تحقق في قضيه الناس اللي واكله فوضكم طوى بعد يعني طلعت الزقرنه في الدشره عندها في ويتات راهي تحكمت الى المحكمه واحدين طرصوا واحدين مشاو واحدين عادوا وزراء واحدين عادوا سؤال جاي نحقق بعد يعني بدا فيها بعد يعني طوى الناس حكمت عليهم ديجا انهم يبيعوا المخدرات انا فضت معها مخدرات لا لا هو لا يعني هو شوف هو المتهم هو المتهم خليني نيوفو محمد تفضل محلين شوف هو بالقانون المتهم بريء ما لم تثبت إدانته وقام راح تعاد متهمين بعد يعرف شيء يسوى شنو المتهم أمور واحدين يقدوا عودوا عندهم خلفيات في ذيك الرواية يقدوا عودوا قاع كانوا يدوروا عندهم شيء يقدوا عودوا كانوا يسوى عليهم في جبروهم ولا جبروهم يقدوا عودهم ياسر مشي أنتم ولا تحكموا للناس بعد يعني فضلا لضربكم أنا ما هي شرعية هذا تحكموا به هذا ما يتواسى وخطير أحراج لي قاعد المادة يطرح عليها يطرحها بالمارة كامل يقرأها بالمارة أنا ينعود لي التهمت ونعود عزام نقعد نقول فلان ولا فلان يا غير ما أنتم نطرحكم بالمارة وعاقب نجي ونقول أنا ما يساميهم وأنا سامي واحدين أخرين هذا ما يتواصل يا إخوان هاي موريتان الناس شايفين عليهم عنهم قصوا فوضتهم للناس الناس طاو فوضتهم للناس طاو هالهم كضوا جابوا شي من فضة ما معروف من جاي سولوا أنتم وقولوا أنتم من جاي والدولة تمشي تحقق في قضيتهم هم وتعرف غير جايبينها منه شنو يا غير التومات منين تبدا لا كلها اللي قام ويقول لك انا ندور فلان نعرف اوطني جاي لهنا قاعد انا الصبح وسوى انفضت صاحب هذا الوتر اللي عندنا هنا اياه وتر فاصل يقول فاطمه جايبه يقول زين العابدين فاطمه جايبه من الدوله اخبارنا الدوله عاد شي قد يقعد عاد شي مقدرها تخامر وقام انه فاطمه رقوا ابو عمات سوى انفضت ابو عمات سوى انفضت ذوك الخلين اللي نعرف أنا هنا تيا ياسري ماني ساميهم يسول علي ياسر الخر بركوا الرص الله على مدة جابت شن فضة منين جابتهم ودي قسمتها وصار خلين صار قول فضة وعندهم الفضة ما يشرعية ما طافها قاع الحد ولا اعترفوا بحد هذا عدلوا هي خيرية هذا عدلوا دشرتهم هاو قسموا الوتاتة للناس وطاوا الفضة للناس لا بقى حد ما طاوش ونفعوا منه الناس الخلين صار قول فضتكم توما فضة تريزور صار قول لا نفعوكم منها داروها في الخارج داروها في الديارات في الخارج وكالوا هم بين انتم حازم محمد دحان الناس قال لك طاو الفضاء شكرا جزيلا طاو الملايين محمد دحان دقيقه حي لا يجاوب خطبه نعرف هذا الشيء عام هذا العام بالنسبه لي انا توما شمن حساب محمد دحان اول مره لا حنيني اول مره مدت الزيش للمسلمين توما شايفين عليهم لا نقول لك هما هذو الزاوش الجماعه من المسلمين فهمني وراني لا استقل باحد غير هما اللي هما ومذالهم راهم هما ومذالهم كانوا كارثه على المجتمع لانه حد شاف ذا من فيويتات وحد شاف ذا من فيكسات اليوم ما تقدر يتخيل في موريتاني امريك شبابها القاس امريك ما قالبته داخله 300,000 ولا قالبته داخله 400,000 ألف دولار عايش بها تعرف كم؟ عايش بها 90% من الطبقات المتوسطه حول العالم غير موريتاني البيراني ما تقدر يعيش كطبقه متوسطه في موريتاني لان المراه اللي عنده لايحه العين على فيويت معطيه عاطينها لايه والله فيويت عاطيها زين العابدين والله فيويت عاطيها ابو عماته لايحه عين على اللي قالوا داره لفلان وعلى اللي قالوا عياله لفلان وبالتالي عاد مجتمع فاسد المراه اليوم في موريتاني عاد شبه لا تتسدد متعدى الخيمه لان مشروع الخيمه فاشل لا يجي واحد ويعطيها تركة ويمشي عنها تصدر لا يتم تعدل منه لليلة 100,000 200,000 300,000 هذه الشغلة ما تعدل هي اللوكابي اللي عنها في نيويورك معناها أن اليوم هذا عنده ضرر اجتماعي لأن قال المجتمع البيضان مصيره انقراض لأنه ما تقدر يتخيل لماذا أنت اليوم ما ترى حرطانية عندها مشكلة التصدار يعني هنا مشات تصدر ما يلاقي ترى حرطانية عنده فيويت ولا ترى حرطانية عاطيها 100 مليون ولا ترى حرطانية عاطيها دار على السرية خالد قال لها لكن حطاني لله يعطيها 100,000 والله 300,000 وعايشه معاه في فقره والله عايشه معاه مستواه
اليوم البيرانيات اليوم الديار الطافيدات البيران اليوم عادوا عندهم كورولا هات تيشيرات ماتوا لحظة 18 سنة بسيارات على الديار وكلها عاد بطمها. اليوم الحشيش عادوا عملوها بناء البيران صغارا وكبارا. لماذا؟ لأنهم ما يقدروا يعيشوا الواقع له ويشوفوا الخيار قدامهم، شوفوا الميالين تذكر قدامه، شوفوا الناس تجي المطاعم تخبط 100,000 300,000 400,000. فم الناس اللي كاري أخيان في الموادي ما جيها ما هما ما أبونيتهم كلها يوقفوا يحسب للشهر 600,000 700,000 إلا على أنه كاري الخيمة إلين يجي يسبق هو فيها فيه الصاع عنه. اليوم البلخ في موريتانيا حد شاف ذر فيها ما وش منطقي ولا وش معقول. الثانية مالك أنت قاعد عليك تقبل طفلتك وصرفتها قافل عليك دار والله صرفتها في دولة من دول العالم إذا قاعد قابلينه، أنت صرفتها أمام مجتمع محروم ومجتمع فقير. عاد واحد اليوم أي شاب موريتاني ما يقدر يقيس شمامة بيه اللي ما معقول عنده يقيس شمامة إياك يتم عايشته. والله يعود طبقة متوسطة كيف الطبقة المتوسطة في السنغال والله المغرب والله في مالي والله تونس نو هو عاد في تخمامه ذيك فيويت وذيك فيسيس وذيك فيكس وفي تخمامه ذوك الطيائر وفي تخمامه ذوك الفضاء الرياضي وذا الخلق القاس أمري كله طموحه الصبح يشري وتا ياك يجي ويعيش بها ذاك الحرمان اللي بشون فماتيها ما معطيها لقيمته مطاعم ما يقدر يخيشهم والله بلد ما يقدر يجي والله شوي بما يقدر يعود معاها. وبالتالي المجتمع فسد خصوصا اللي قال المجتمع البيضان فسدتوا اللي قالوا الفضة. وهذا مشكلة الخلق اللي يجبر فضة إيزي ماني قلت تموها لأمريك إيزي ماني ملاهين يجبرها لا بد من يصرفها ببلخ لأنه أصلا الفضة يتحصلها بطريقة شرعية. ترى متعة اللي قالوا للسكسي متعة النجاح ومتعة تحصلها هذيك متعة حصلت عليها ولي تتصرفها لا يتصرفها على الشيء منطقي ومعقول لأنك تعبت فيها وبالتالي ملي ترى متعة في صرفها. إذا صاحب الفضة سهلة ما أجبر متعة في تحصيلها لأنها طاحت عليه كبضه. أنا خبطت اليوم عمارة بالحجار خبطتها بالمخدرات خبطتها بالرواية هون فساد في الدولة أقال لها إن صرفها بلخ يا كاش نضاعف ذيك المتعة ذيك متعة التحصيل ما حصلت عليها. وهذا هو اللي فسد المجتمع. والقريب والعجيب ارتباط الناس اللي فضلتها مشبوهة بذل ينقالوا التشعشيع والزرق وراني ما قد نقول يقال قاموا طبقة محترمة إن الله جميل يحب الجمال إن الله جميل يحب الجمال جميل يحب الجمال غير خارجة فيما تيها مجتمعات يجب عندها رواياتها لا تحترم لها. أي إنسان اليوم جبر فضل يلا يسول عنها وينقال له فضتك اخبارهم منها ولا هو لا يا وحدهم يا اخوان فما تيها رجال عندهم صرافات معطلين عشرات المليارات ما هم خلينا تدخل الدورة الاقتصادية يحان واحد خابط عمارة من لا درب والله خابط عمارة في بليدة يحولها عندهم يربحوا منها 20,000,000 للنهار. هذا يلا يسولوا فضتهم منين جايبينها وصلهم فيها شنو ولماذا يكتسوها هذا التقديس هذا هو. فما تياها واحدين اليوم عندهم فضلت لا موريتانيا وكيف ما قالك هو صراك حمر وماشيين فما تياها يلا تقعد لهم الدولة وتسائلهم والمجتمعات أصلا الأسئلة تبدأ اللابذة ما نقدر نقول الودادي تلا تسول اهه لفلان ولا نقدر نقول الحافظ لا تسولها لفلان بك ما سولت فلان نو يلا يسولها لفلان الشفاية ويلا ما يذير قضيته الفسق وإذا ما ذارها بعد الآن يلا نحسن به الظن على أنه بعد لا جايها والله في الطريق كيف قال منادم أنا نحن بلك باش أغير بعد نعاش جايهم معناها القضية هنا تيها ما يلا نقوده. وبالنسبة لي أنا القضية ما يلا نربطوها قاعتين بهذه الشكاية يلا نربطوها بأي إنسان عنده أموال عليها الشبهة يلا تذار حول القضية وتعود قضيته قضية وطنية ياك نقدو حارب وذا الفساد اللي ظهر المجتمع هذا هو معني على يقين أنه من سابع المستحيلات محاربة الفساد في موريتانيا لأن محاربة الفساد في موريتانيا عاد نورماليزي معناها تصالح مع المجتمع. واخطر الفساد ما هو اللي عليه هوامش المجتمع شو المجتمع اللي يعود على هوامش واحدين يسكروا واحدين يحشوا والشباب ومجرمين اذا تم عادي اقير اخطر الاخطر هي يعود عماد المجتمع الشيوخ القبائل المشاركين في هذه القضية اللي يعودوا نواب البرلمان فيهم واحدين اصحاب مخدرات فيهم واحدين عندهم سوابق في تزوير العملة اللي يعودوا رجال الاعمال رجال اعمال لليوم كلها أغلبهم بنظر وتونين الحق 600,000,000 مليارين ثلاثة ما معروف ضربت وأخبارها شنين يلا مولي كيف ما قلتوا يسولوا هما هذا ولا يلا السؤال يتوقف عندها لا يوحدهم. وبالنسبة لي أنا فعلا ما يلا رجاجي تهمد برواية مخدرات والله بيع ماء وزمزم ما عنده عليها دليل حقيقي أقل التساؤل مشروع والتساؤل مطروح وما اللي جمع القرائن بالنسبة لي أنا ما يخسر شيء إلين يجبر جواب حقيقي وشافي. والدولة الآن تتحمل مسؤولياتها أولاً جوابها الطائرات يدخلوا البلد احنا بلد مفتوح ما معروف حدوده بلا حدود جوية وبلا حدود برية
المهاجرين يدخلوا بانواعهم واشكالهم، بلد سائبه يدخلوها طيائر ما نعرف اخبارها، اذا كانت دوله موجوده ودوله حقيقيه اصلا اللي خلقت قضيه الطائره وقفتها على شيء وبصوره حقيقيه والدوله عندها مصداقيه ملي. احنا ما يقدر يقول مسؤول حكومي الصبح وينفي ناطق رسمي يقول ان الطياره ما هي خارقه، جاد علينا كلامه به هو يقول على الفساد ما هو خارق ويقول اننا على المشاريع وحقت بالمليارات كل المشاريع ما هو حقت. جميل خويا تفضل برايك نبقى نقول والبوع ما يرجع لنا نعود نختم مع صورتي. صورتي واضحة. تفضل. صورتي واضحة ولا ما هي واضحة؟ واضحة داير قفارة. تفضل خوي. أيوة أنا شوف أنا شوف أنا أول شيء لين نقول لك بعض في أخبار هالشيخية. هي لين نتكلم أول شيء بأخبار هالشيخية فهمتني؟ هي دي الهجمة اللي معدلالهم فهمتني؟ وهي هجمة واضحة فهمتني؟ هجمة أول شيء طبعاً هي الحسد اللي في قلوب الموريتان كاملين فهمتني؟ داري شو حد شبه منه في شيء لا يقوم يهاجمه. فهمتني؟ وموريتان هلها يعرفوا عنها فاسدة وعن نظامها عنه فاسد وعن الشعب من نفسه. انتم لا شاكين عنكم لا يتصلحوا دولة شعبها فاسد، ما هذا لا تكذب على رؤوسكم. الشعب من نفسه فاسد، الشعب من نفسه كامل فاسد فهمتوا؟ وكله هم عنه يبني دولة بدون ما يشتغل وبدون ما يعدل أي شيء. وبالنسبه اللي هو القضيه اللي هذه اللي مثاره اللي هي قضيه اذا محمد دحان حساد صريح العباره. حاليا نقول لك شوف هي فيها طبعا عنهم هم طبعا من ذيك الارض اليوكتيا اللي قاعد اصلا اهلها ما لا يطردهم شيء والله شيء لا بد تنثار عليهم اي شيء تجاب عليهم اي برده كانوا ما يظهروا ها فهمتني ايوه التلال فهمتني صرنا قاعد لا يطردهم اي شيء لابد يقوم واحد يمسكني يجنوا بيهم اللي طردهم شيء والله عندهم شيء غير. شوف انا اقول لك روايه واحده، شفت هذا الخلق اللي عنده الفضل موريتان ما يوفى ولا يسحى ولا هم سامين حد منهم ما قط بعد شنو وابو عماته ولا حد من ذا الخلق اللي ولا شو اسمه حد من ذا الخلق ضد باسم الزين العابدين ولا هذا بسقار ولا حد من الخلق الفاسد قط نص من نهاية. واضح محالي ابو عمام راني مشيت لك دمان دور نضيفوك علو. تفضل استاذ محمد دحان. دائما في نفس النقطة البعد الجهوي البعد المتعلق انكم هاو ناس طرات لهم فضا وحسدتوهم ولا تتكلموا عن مصغاره ولا عن مهرجان والمصغاره وعندكم نوع من الجهوية. تفضل وكلمة أخيرة. شفت للأسف دائما القضايا عاد جابر الناس دائما في مفر حقيقي والشماعة تديرها دائما القضايا عادوا يدخلوا القضايا الرأي العام يدخلوا في طار جهوي والله في طار قبلي والله في طار مناطقي غير الناس معروفة احنا ما خارج حد ما انتقدناه فهمني. وفعلا بالنسبة لي أنا ما يلا حد يسكت عن حد، ما يلا حد يسكت عن بعمات ويسمي زين العابدين، لا هذا بالنسبة لي أنا واحد، ولا يلا حد مولي يسميه للشيخ اياه ويسكت عن واحدين خريف حال تم اضافت عليهم اموالهم يلا يسولوا عنها يسوى السهل فاسق ويسوى الرزوق ويسوى الاطا ويسوى هي بليد اخرى فهمتني يلا ما فهمتني ما يلا عود فمات يا رعيك وتمييز يلا عود رقاج موضوعي وحقيقي رقا بعض يلا عود طرح وشاد وطرح ومقنع للمواطن اذا هو هاي الظواهر الاجتماعيه عند اي حق التساؤل عليها وطرح اسئلته لانها تضرني انا وتضرك انت وتضر الجميع. اليوم موريتاني ارض سائبه، موريتاني قالبها تقوم فيها دوله، موريتاني اليوم مصيرها الصبح ما نعرفه هو شنو هو عليه خلاص مصير مالي اليوم راهو مطارها يشعل. لماذا؟ لانهم ما خلاوا دوله تقوم فيها قبلوا نفس المسار القاضي احنا ركات اياها لا هم وصلوا للمرحله الاخيره سابقنا بعشر سنوات واحنا دول نوصلوا خمس سنوات ست سنوات دول تشوف وضع عارمه يعني فم جماعه 5000 رقاب تفرق زينه تعيش معاش هذه الخليج بدنها قاع ابلخ من هذه الخليج وحلاهم محيط من الفقر من اولاد الحراط ومن اولاد الكوار ومشكلتك ان هذا مولي اللونيه تعمقوا واولاد البيضان قاع هربوا ما تم موجودين راهم قاعد في امريكا راهم عاد يموتوا في امريكا اللاتينيه وراهم في شوارع امريكا ما مجابرين بلاد يسكنوا معناه انهم لماذا هاربين عن بلد غني قابلتوا 5000 رقا قابلتوا باش قابلتوا لا بالفساد وبذي السلوك ذا هو بالثروات الغير طبيعيه هذه الثروه مقبوله مني انا ومقبوله منك انت ومقبوله من مبارك ومقبوله من محمود ومقبوله من سعيد واحمد وحطان ومقبوله من الاجيال الجاليه من الاجيال القادمه. افساد قانون في بلد افساد للبلد وراهم اهل الشخايا هذو و اهل فاسك
الخرط اللي كامل متهم وماله من جاي ابو عمات وزيد عابدين ذي جماعه ثم جماعات اخطر منها عندها لوحة واصحاب تيارات وايديولوجيات وهي اليوم تبيع السم للشعب الموريتاني في ذرين قالوا فارماسينات وبتشريع تام من الدوله وعندها هو السم حقيقي قاتل بل انه قاعد لو كان قاتل قتل رحيم كيف الرصاصه يكون ما اجمله بل انه السم يودي الامراض ويودي السرطانات راهو الموريتاني في تونس عاد احياء كامله من تونس موريتانيين واحياء في المغرب واحياء في السنغال دويله ما عندها ما وقفت اشبه منا لماذا لان تجارنا يجيبوا السم من هم اللي يجيبوا السم دبيتات راهم اليوم واصحاب لوحة ومشايخ قبائل ومشايخ في حواضر ومشايخ في قبيله معناها ان احنا بلد خلعنا للاسف اكلنا الفساد وراجع لنا سوء اعمالنا ونفاقنا المجتمعي وتسامحنا مع الظواهر الذهيه بالنسبه لي انا اي فساد وقف ضده اي رقاش يا الله الناس تعود معاه تدعموا عليه تشجعوا عليه الى الدوله تتدخل وتوجد عداله حقيقيه بالنسبه لي انا بعد ما عندي اي امل في ظن الله هذا هو ولا عندي اي امل في تحقيق الا انه فما تيه يعود بعد وعي حقيقي من المواطن ويعود فهم حرج لهذه الناس المفسده عندها بعده تلم عنا شيء من الفساد والله تروقوا على الشعب الجايع الشعب المسكين الشعب عبدالله المحروم محمد سعيد العراقي كاميرتك ما يقاديه ورجاء رجاء ابو عمامة ارجع لنا خلينا ختمه لانك ما انك طالع لي نعود لك بكلمه اخيره محمد دحان ماني طارسو لانك بو منك مداخلتك نعود طولنا على محمد دحان وانت عندك مشكله كونكسيون ابو عمامة هم تعليقات لنا قراهم لك بيننا معنا جبرو والبو عمامة والشباب تعلقنا عليهم احسنتم استاذ محمد رمين استاذ دحان احسنتم نبغوها اذا نحاولوا اذا استاذ محمد دحان كلمه اخيره تفضل استاذ محمد دحان كلمه اخيره محمد دحان سامعني محمد الأستاذ محمد دحان ما سامعنا لين حاولوا كان نضيفوه ونعودوا نختموه الشباب جاونا أوكي إذا نحاولوا كان نختموه سعداني سدوم أوكي والبو عمامة ماري ناني هاي لين يقول سعداني سدوم نختم مع محمد دحان لأن الوقت ضيق في الموضوع لماذا ما تكلم عن عن المختار الغويزي سؤال يجيب تفضلي سعداني أهلا وسهلا مرحبا بك الدا شفت هذا الموضوع الموريتاني قبضوا فيه تمييز ولا فيه قدر من الحقيقة ولا فيه قدر من الواقع بعدي منك الكاميرا شوي أوكي. قلت لك على انهم في قدر من التمييز وفيه هجمة غير مبررة احنا منين تلاو نشدوا اخبار الفساد وفوت المليارات بتدخل الموريتان يلا تشتد اخبار هذو رجال الاعمال فهمت هذو رجال الاعمال هون بيت الإبراهيمي يدري يدخل من فضة أكثر من فضة الشيخ أيام مدى له تقول الحق يلا تقول الحق من عند رئيس الجمهورية قاضي تحت ولا تعد الهجمة على أسرة واحدة أنا ماني مع أهل الشيخ أيام ولا عندي بهم علاقة ولا ما يربطني بهم أي شيء قال يلا تحزوا وذنيكم على الحق تعرفوا على الدولة الموريتانية حاكمتها مفسدة مطلقة من عند رئيس الجمهورية قاضي تحت للوزارة الناس تدخل هون لمليار على مليار ما هم واضحين لماذا ما تشدوا أخبارهم لماذا ما تسمون عند رئيس الجمهورية لماذا ما تسمو الوزراء لماذا ما تسمو هذو رجال الأعمال ليام اسمع عندهم شي واليوم كلها عاد مرشي مليار دا تجمع لذو الناس ما هي مبررة وهاوي لا يعطونا له نسمو ذو الناس تفضلوا أقبوهم عند رئيس الجمهورية هي مدة توخل فضلتها من عند بنك سنترال ما تقد تعود تبيع المخدرات هذا حد يحوز وذنه على الحق هون فيها سكنة ما تقد تنزل أي طيارة باسم الطير طائرة ما عرفت لا سكنة على إن فيه طيارة طائرة هذا من قد الحق الواقع يلا تم تنقال اخباره ولا يتم حد يصرمك وذني على رئيس الجمهوريه ما نقدر نسميه وذا الوزير ما نقدر نسميه والبيت الابراهيمي ما نقدر نسميه ولا نسمي ذو الناس هذا ما هو مبرر ولا هو مقبول فعلا لان يلا ما تدخل كميه من المال اللي انت تدخل يسائل عنها يا قاعد تسائل عنها الدوله الموريتانيه سائل عنها رئيس الجمهوريه اللي فتح ذي الباب ما نسائل احنا عنها اذا وداني ما هو صادق في طرحه احنا اذا طرح ما هو صالح وغير صحيح هذو الناس هم آلاف السنين إذا الطرح اللي طرحه ما هو سليم ولا هو صحيح ومرفوض ويلا الناس تتكلم عنه وانا ما تتكلمت عنه بجر كنت نحاني خلاص اللي تقول ده دمية كذب
فوت العزة من الشيخية أكثر منها فوت البيت الإبراهيمي تدخلهم بالمليارات، ما يقد حد يشد أخبارها بيد الناس خايفة. هذا أكثر من نظر عند زين الأخلاق من فضة ما وقعد حد يتكلم. فهمت وهذا من أنت وتتكلموا عنه وعطينا قبول الدولة من بدايتها لنهايتها. رانا ذيك الساعة نتكلموا العزة جايبة فضة خارجية من موريتان وقسمت عليها الموريتان أيا كان فنانين قرجي قنات قلتوا انتوما وعطات للناس ما هي قرجي قنات وقسمت هيئتهم قريب من مليار زي هذا. يلا تموا تقولوا الواقع تحزوا اذنيكم على الحق، لا تحزوا على مادة تستهدفوهم. فم مادة عندها معاهم مشاكل والله عندها معاهم احقاد والله الدور عندهم فضل يعطوها لها على بنكيري ما هم عاطينها لها. يقال استهدفوا الناس كاملة وذو واقعيين مبتزهم يدور شعر بنكيري، هي مبتزتهم الناس كاملة دور حيوانهم. انا حد نبقي نطيري لديه نطيره حد ما نبقي نطيره ما نعطي توله ذري. يلا تسألهم الدولة الموريتانية ما تسألوهم انتم وتعدلوا عليهم هون مدونين بنكيري وش من هجمات وصحافة البيافي راهم كذا. ولماذا ما تسألهم الدولة الموريتانية اللي دخلهم فضلا بنك سنترا؟ لماذا ما تخرصوا فضلة البيت الإبراهيمي؟ لماذا ما تخرصوا فضلة الوزارات اللي كثرة تعليهم عادوا يشرفوا الاسبرماس والمقاربة عادوا شاكين منهم؟ لماذا ما تخرصوا ذو عليات الوزارات اللي أنا جبرتهم في الخارج يشدوا لقاقيت بالمليارات والملايين من ذهب شواق بانوا عيني وذني خصوصا أنا استفادت منهم فهم قراء وعندهم هيئة. أنا قاع نختار رقاش ليه يصمصر ويجبر كوميسيون. قالوا في بيانهم اللي صدر طالب بويا أنهم استخدموا في الفقراء نفقوا فيهم ما هي كذب ما هي كذب معني أنا قد نعود ضد الناس بلاني معاهم قال عندهم هيئة صرف وعندنا برلمان فاشري دخلنا الأدوية المزورة اللي منين تشري. أنا مشيت لين أشري بقط من الدوار رأيته ب500 سورت عنه قال لي هندي وعندنا الأقضية المزورة. هذا لماذا من التساؤل ما تروح له للشيخ أياه ما تطرحوه على ذهو البرلمان؟ لماذا من التساؤل هذا من الأقضية الخامرة والبن الفاسد والعصير مجوم من الإمارات المنتهية صلاحيته من أهل الحاية ومن أهل الخرق اللي ما يمرق المساجد؟ هذا حد له يقول ويالله يقول الحق وينطبق على جميع المواطنين الموريتانيين. حد ما هو قايله يستهدف أسرة يالله يزمد فمه هذا الناس. رسالتك الول ودادي استهداف ورسالتك الول ودادي على حد على ذا الفضاء سعداني هو حاسدهم. هذا حد على ذا الفضاء أنا ليه نقول عنك شنت الداه يالله نقبض العديد والبراهين لين عد ما فيه دليل ولا فيه برهان. هذا تشويه سمعة مدة ويتكلم فيه القاصي والداني اللي يسوى واللي ما يسوى. حد راه يقول عن اي رقاش انا الوساني ما نتكلم على فيسبوك شي ما عندي له دليل نزمد فمه ولا ندور لايكات ولا ندور التشهير ولا ندور شي يسوى هو شنو. يقال حزوا اذنيكم على الحق كم من رقاش هون عنده المليارات وهاو جايين حسبوهم ما هو تركه ولا هم حصرهم نستيلوه وعرفوا ذي الفضه من منين جايه. هذا هو رياضه وطفقوا فيه الناس كامله ولا تخلوا حد اثنين تعدوا ما تقدوا تعدلوا كلكم خايف لازم دفانكم خلوا عنكم الناس سائلهم الدول الموريتانيه اللي مدخله لهم يربات حالهم ببال. عبد الرحمن ودادي محمد دحان لازم دفانكم والله استهدف محمد دحان يزمد فمو بي اللي ما هو في موريتانيا ولا هو في المعركه واحنا ما لنا قابلين اهل الخارج يتموا يدخلوا ويقيموا لنا ياسر من البلابل. تفضلوا اللي عنده شيء ضد الناس وهاي جايه ثبتوا لنا نمشوا معاه احنا مستعدين نقيسوا العداله ونوقفوا قبل المحامي. يا قروين وإحنا ما أجبرنا شيء أجبرنا مردة فيها طيارة نزلت وواحدة طارت. هذا ما هو شي حد راه يتهم رقاش اتهام بالمخدرات ومفسدة دولة تامة. إحنا قاعد نعرفوا على وزرائنا فاشلين وعلى أنهم خاسرين وكالة المال العام. يا قرماني شاكر أنهم قد يرحقوا من حدير الدرجة اللي يعودوا يقبلوا الطياير وعدوا جنة البواخر وكستوا أنه هون من دروب وتعودوا تيفا عيني عينة كيلو كيلين وليبر وعدوا ذي راعوا في هذا ماني قال أنهم قد يرحقوا ذي المستوى من الانحطاء. شكرا جزيلا سعداني. مرحبا سهلا. كلمة أخيرة أستاذ محمد ريم أبو عمامة تطيرية من طير لا طير أنا تبي الله معاكم يا قارئ مشي ذاك للزمان دو ولا ينفتح الله. مهم بالمناسبة محمد دحان ذا قال كان بترعيبي من بداية الكلام إلى ضاقتيها قال لا شيء منصف ومنطقي ما قال شيء خارج ولا قال شيء ما هو معقول. تساؤلاته معقول اشترار التاريخ معقول تحليله معقول ما قال شيء خارج عن اللي كان اللي يقول شيء خاسر مين نصد على مدة ونقول انتم تعدلوا وتعدلوا وتعدلوا وانا ما عندي دليل. هذا هو اللي احنا ضده. سؤال السرقاج يبقى يسول هو وراسه يبقى يسول جماعة يبقى يسول لغير نهار ودلي يكبر السؤال يعدلوا على الشكل يدفلوا فيه هاك يعود اتهام يلا يعود عنده دليل. بس سؤال مشروع سؤال حق تساؤل بشكل عام ما يقد حد يقول فيه شيء. برك نختم برواية واحدة عن اللي كان بيدور في النفس البشرية من أمور أسوأ هي شنو سواء كانت ردة فعل
سواء كان تطلع إلى اكتشاف للي يعود عند الناس يصبح إلى يجبر، سواء إذا كان تأكد من وجود رواية مشبوهة في الموضوع كامل يطلب مصور أفلام تعود موجودة. من الأول منها سلامة النية، ثانيا ما فهم شيء شخصي، ثالثا كان نثبت رواية يعود عندي لها دليل، والله نعرف عني معدر سلطة مع راسي وتوه ما يخارج. هذا اللي قاله فيسبوك ولا قاله المنبر، نقدر نستخدموه من يعود عندنا الشيء اللي نوجهه لرقائش ونوجهه برواية واقعة خلقت والله واقعة مثبتة يغار اتهام الان كم من موريتاني حاله مسروقه فوضتها كامله. انا قلت صدق على وزير حاله نتهمه هو عينه بالسرقه ما عندي عليه دليل. كم من قاضي يصدر حكم براءه على متهم هو متاكد اعلنه ذا المتهم انه مذنب يقر عدم كفايه الادله، وكم من قاضي يصدر حكم ادانه على متهم متاكد اعلنه بريء يقر الادله كامله والقرائن ضده. القضاة عادوا يقايضوا بالجنس. الطالب عبد الودود تحدث عن قاضي موريتاني طالب من سيدة راودها أن تمارس معها الجنس ياك يعطيها حكم. شوف. ياك يحتم صالحها. لين نقول لك رواية خالق شيء من غير الدول خالق وقايضها وما قايضها شيء يخلق بين بعد قاع على قاجين في بيت. حد حاضر له رد يعود كذا فلح رح حد ما هو حاضر له. فهمني قايضها ما قايضها وقاضي وامور اللي دائما نحن محور الأحداث عنده دور حول الشهوة البشرية سواء للفضة ولا سواء للمسائل الثانية اللي اللي في جانب ثاني هم اللي هم المفاعل والله المحرك هذا كامل. هذا المواضيع انا ما اخذ بيبي اللي ما عندي قاعد يمشي قايله ما عندي في تحليل ولا عندي بيمشي هو شيء يخلق بين مدى قافل عليه بيت. انت انا اقول لك قال لو قالت وقال لو قالت يعود تعرف شيء لا معنى ولا يعتد به ولا يستشهد به. نحن عموما لسنا امام ايديولوجيا تعبديه روحيه فقط، بل امام ايديولوجيا تسعى الى تحقيق ذاتها عبر السلطه. تعليقك على كلمتك الاخيره. تغيير علي اذا نقول لك روايه واحده، انا انسان واقعي مني يشوف رقاش تبقي الناس انا ما بقات وكبت مني يشوف ناس الناس او بابلو اسكوبار بقات الناس بقات بابلو اسكوبار بابلو اسكوبار بقات الناس على علاته تعرف يدي عدل هو شنو هو ومتاكده منه وتماسه معه ومع ذا بقاته على انه اخترها عن حد ثاني. اذا فهمتني انا مني نعد حال قابل صوت تسامع محمد والله. اوكي لاك سمعنا واصل. قلت لك عني قد نعود في عصابه ونختار شيخ العصابه عن روحي بي اللي اشبي اللي قدمني كل مره يقدمني ويطلعني ويقربني منه اذا فهمتني. وقد نعود مولي في محضره ونختار شيخ المحضره بي اللي اشبي اللي مقدمني عن التلاميذ الثانيين ومخرصني طارح لي بالي لسان نفسه تميل الى من احسن اليها في اي حال من الاحوال يسوى في الشر ويسوى في الخير. رسالتك الختاميه. رسالة الختامية عن حد مدة كاملة كنخبة ليه يوجه حد منهم شيء والله يناقش موضوع والله يطرح قضية سرتو القضية اللي يعود فيها اتهامات ولا ينقلها مرحلة ظنية شر مرحلة اتهام ما يلا يحل فمه ولا يتكلم فيها خصوصا بالاتهام بالإشارة. أنا ما أتكلم عن جمر عام مخدرات في موريتانيا ناهشتها بأنواع المخدرات السرقة في موريتانيا لكن المال العام يقال لا يمكن أن يشار إليه بدون دليل كاتهام. اما كحديث عام احنا كاملين نقعدون نردوا نتكلموا نقعدون على روسنا نقعدوا مع الناس الاخرى وتعود الامور كامله قاعده بلدها وخلي حد من الروايه هي لا خارقه دوله والله ما هي خارقه. اذا احنا مو منين عن الدوله الموريتانيه ما هي خامله ما هي خارقه ككيان يلا نعرف عن هذا اجراء طبيعي يخلق في الدول بني تعود منهاره ويتفشى فيها جميع انواع الظواهر. نعود متاكدين ومالي عن الدوله خارج منها اللي ضابط الامن وضابط الوقائع اللي هي كامله بصيفتها اذا عاد عنده شيء دليل ننقلوه له ونحيلوه لهم ينيفوا ما يتفاعلوا معه ولا عاد ما عدنا مالي دليل نعرف عن القانون موجود منه شيء. شكرا محمد جميل انا قبلوا العازب الكبير احمد ولا احمد الاولى وسهلا اختم اخترت نوجه تحيه لجميع الضيوف وبشكل خاص لمحمد دحان فرصه سعيده كانت جزيلا والله محمد دحان معنا. تفضل محمد وخير احمد تفضل. مرحبا مش حالك من لاباس وخير مرحبا وسهلا انا بسلم عليكم كاملين وسلم على جميع. مرحبا بك مرحبا والله الله وانا سلم عليكم وطالب منكم التوفيق ان شاء الله. ليه يختشموا بابلو اللي يسموا الناس دائما يقولوا بابلو عدل وبابلو ما يعطوا يساوى مع اولاد الشيخ سعد بو مد مسلمين يقولوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومعروفه اخبارهم. بابلو حق رجل من مخدرات غير كافر ما يلتو دار مع
مع مادة مسلمين كيف موريتانيين، وهما نقد أخبار ضرب وروايات شاد الناس أخبارها. أخبار والودادي والحافظ هما البدو الحملة ردك عليهم. تفضل. رد عليهم عنهم والودادي يهدين ويهدي والحافظ يهدين ويهدي. أولاً هذا ما يلتم قاع أصلاً لو فيه كانوا يلتم بيه يخشوا لا في مواضيع معروفة والناس اللي تنهبهم ويطرعوا فيه كام مليار يبحثوا مدة خيمة معينة معروفة ما يلتم عن أعطى مليانة طالع هي مليانة اشتغلت له هي وقت رواية والله جبرت يقال ما يلتم يتهموهم بأخبار دروب بتلاميذهم يوم كل سنة إن شاء الله يجون تلاميذ بشهر السنة قال دخل آلاف من البشر ويعود ينقال لهم يرفضوا دروغ وعرف سمعته على الرجال الأخرى وعلى تلاميذ وما هي زينة وسمعته عن أولادهم اللي قاعدين ونحن قاعد أخوتهم ولاد خالتهم ما معقول عن يقول عن أهلك لهم وخارج لهم وهذا بعد بحسب ظني نختار نقولوا عن لعل يشكوا واحدين عن منافق والله ندور الفضل والله ما ندور الفضل عن حد انا نقول كلمه الحق ولو على رقبة شكرا ايوه قلتهم يقولوا يسوقوا على مد الروايه ما هم مأكدينها ولاد عمهم واهاليهم هذا تعرف مهمونك جميل مهمونك مرد يعود تنقال عنه ملاها مد متفعل وقاصدها وقال عنهم دول يعدلوا شيء وما عنده اولا هو لقبها تريزا مينغوزا تريزا تاكسم الامور يراقب واحدين عندهم معاهم مشاكل معاهم امور خاصه معاهم والله عندهم معاهم روايه حسب رايت من الاخبار والله شيء انا ما نقول في حد قاع قربت حسب عنهم سوء تفاهم قاعد يسميهم هما يقول لهم نظرات الكلام هذا اولا ما هو زين انا قاع ما هو زين على اصلا على قبائل موريتانيا هو الناس اللي شاد اخبار قبائل الناس اولاد الناس الصالحه اولاد الناس الاقطاب يقولوا شيء خاص للمدخره وراجل من كنت قال عنه وكنت ما كانوا يقولوا شيء خاص للناس لان انت نخش في ذاك المواضيع الناس اللي صالحه ما يعرف تقول شيء خاص لحد اخر يا قرم مين خش اخبار ساقه وعادوا يقولوا الكلام الطايح وينظموهم بعنهم أوسكار والله البند كان يقدرات وعاد عدهم لهم أفلام هذا مهمونك أنا بعد وصل الحقيقة اللي مهمونك عندي تو خارج موريتاني عجم موريتاني مهمونك عندي قا. شكرا أحمد شكرا جزيلا لك مرسي على أنك طلعت معنا شكرا جزيلا لك وشكرا محمد دحان غلمناك كلمتك الأخيرة لا نرجع ونعل يبدو الأستاذة السعداني ما شافت حلقة كاملة لا نرجع ونكرر لأن أنا ضد اتهام أي شخص دون أدلة وعلني لا أنا ما قدت أعلنهم مصدر أموال المخدرات أبدا لأنه إذا لم يكن موجود الدليل أنا ما قد نتهم رجال ولا نسلط اتهام غير إحنا يدونوا كمهتمين بالشأن برأي العام أي ظواهر اجتماعية عندنا الحق في مناقشتها وطرحها وفي تناولها وكيف ما قال دقيقة قرأنا قد ذكر الله عليك أنت معانا سيد وهو كان أكثر المدافعين على إياه وكان أيضا يقول أنه موضوع ابتزاز من قبل ودادي وقد يضمن محمد دحان لأنه مشتبه في أموالهم تفضل ساك ماش مرحبا وسهلا انا اولا شاكرك جدا شاكرك على هذا الحوار وشاكرك على هذه الكوستيم الزينه شاكر الاخ محمد دحان هذاك لا يقول محمد دحان كامل والله محمد ابن نجاره والله الناس انا ما نافق انا انسان صادق انسان واقعي ممكن ننتقد حد اليوم ونعرفني صح ماني يعني الصواب نمشي معه لو الموضوع كان قال محمد دحان ما تكلم فيه لان على قبل من 2021 أسرة الشيخيات تتعرض لأنواع الشتم والابتزاز أنا ما قد دخلت ولا قد دافعت عنها لو كان الموضوع قابل حد من مناضلين ويثور عن مصدر الأموال ويحقق فيه ويعدل تحقيق استسقائي أنا ما أتكلم لأني ماني ما يعنيني يغير يقولوا البيضان اللي عضوا الحنش خلعان بحبل هذا الراجل
أنا نعرفه ونعرف ماضيه ودركت مرحلة من تاريخه اللي مليء بالابتزاز، وطلعت للملف وصنت البعض من فحوى الاتصالات، كانت عملية ابتزاز بحت مقابل 20 مليون ملوكية. وعبد الرحمن الودادي للأسف ما كان يتوقع أن المرحلة تلحق هذه الحزة اللي لحقت، لأنه كان يتوقع بأنها عملية استدراج بث مباشر كتبة مهادنة فترة من الزمن قنوات اتصال بعدين يكبر المبلغ والله مودي يقبله هو ذاك المبلغ اللي كان طالب عبد الرحمن الودادي. ده عبد الرحمن الودادي ما جالته قبيل يتهم الشيخ اياه بتجارة المخدرات، لأن تجارة المخدرات هي أكبر تهمة تتهم بها رقاش. كان يتهم ثابت علي مصدر الأموال ويسول عن مصدر الأموال، لفا تهم أسرة الشيخ اياه بتجارة المخدرات. الشيخ اياه عادوا أخلاقيا ملزمين أمام الرأي العام الموريتاني وأمام الدولة الموريتانية أنهم يبرقوا ذمتهم، ولا يبرقوا ذمتهم باش أنهم يلجوا للقضاء، والقضاء قد فيه من الضعف لا بد أن يعدل عمله. وتمادى لذاك الاتهام لأنه جبار معلومات مقلوطة، قال له ما دام سيدي لك ماشي رد، ما دام سيدي لك ماشي تكلم لأنك بسيت من الحم واصل. والخلية الإعلامية التي تشتغل معاه تشتغل معاه منطق قبي، لأنها ما تقرأ ما وراء السطور وتراعي شو من التفاعلات وشو من النفخ وجننها. وأنا سعيد فعلاً أني مبوسه أني يسمي الطالب بويا والشيخية ويسمي نخط العزة من الشيخية، وعقب اسمهم واسم قرية النمجان. عقب عليها ورايك شخلي اتهم الجهاز التنفيذي، اتهم الجهاز الأمني، اتهم السلطة القضائية، اتهم رئيس الجمهورية بالضعف وبالتواطي. رئيس الجمهورية دائما انت تتهمه، انت ما قلت لا ما قلت انتم المخدرات، تتهمه بالضعف، تتهمه بالفساد، تتهمه بالفساد. انا اتهمه بالضعف باطل، اتهمه بالفساد. انا ما قد اتهمت رقاش بالمخدرات لانها هي اخطر تهمة تتهم بها انسان. عقبنا علاش؟ عقبنا ان هذا الاخ اللي قال عبد الرحمن الوداتي لا يمتلك ادله، يمتلك مجرد ورقة ساحبة بعشر ربيات وخريطة، لأنه لو يمتلك أدلة لكان وزع على الصحافة وعلى المدونين. لو أنه يمتلك أدلة لكنت أنا هذا هو الأول نعتذر عبد الرحمن الودادي نمشي معه، وكاملين نتحدوا أن الدولة الموريتانية وجهازها القضائي أنه يسيزر الشيخيات ويحجز عليهم أموالهم ويخمرهم في الحبس. يقدر في المقابل نجد هذه الأسرة بريئة من المخدرات، عند الحق أن يقتدرها كرامته وتقتدر اعتبارها. خلق سؤال كبير مطروح، اسمح لي تو محمد دحان، لماذا سيدي لك ماشي يقول واحدين اختره الفضاء؟ قال لك بنكيري أنه بنكات لك 20 مليون وأن الطالب بويا صاحبك من زمن قديم وأن صبحتك صفحة ابتزاز وأنك أنت مبتز، تفضل. والله شوف كونه هو ما هو صحابي، صحابي ذا والدهم الله يرحمه صاحبي، وبون ان كانت عنده الخلافه 2004 2005 مزيت انا اشتغل فنجان وصاحب يا غير ما قد دافعت عنهم ولا مبين معهم معاملات يا غير ني يظلم حد من اصحابي يظن وقف معاه كيما تنظلم تصل الداعي يقول ليس سولك. عبد الرحمن الودادي كان عنده ادله، يعطينا الادله يمشي معاه، يعطينا الادله يمشي معاه. عبد الرحمن الودادي اليوم امام المحققين شكال قال انا خبر قابل عن صحراء ميديا، صحراء ميديا ذات انها خبرها تضمن خبر الطائرة أنها في النمشاط. ثانية عبد الرحمن الودادي رفاقه اللي كانوا يتظاهروا معاه كل يوم أربعة اللي رأسهم وجاهه ولدهم ما له تخلى عنه وباعهم. عبد الرحمن الودادي ما له تخلى عن حسن ولابه الكادح، أنا رقصت عندما انتصر الحسن ولابه في بلجيك، أنا قمت رقصت الرقصة الشهيرة على قناة علي القناير صاحب الصمينش، لأني فرحت بن واحد كادح مقلني علي واحد من أباطرة المال العام. ورقصت نيفاز غزواني؟ أنا تعلمت، خليني من غزواني، أنا تعلمت من عبد الرحمن الودادي ومن مدرسته
بن احيانا كادح ومناضل قد يناصر هدمه هذا متعلم عند عبد الرحمن الوداد. اليوم الدال قضيه واضحه، قضيه واضحه. الامور الثانيه ما يلتم حدود وقفيه، يلتم حدود، ما يلتم حدود ساذجين، يلتم حدود يدركوا خطوره الامور. انت الدال صدنا حالا يعني والدك يا اخي كان عنده ومنمي وجيه ونقول بانه تاجر مخدرات، كيف لا يعتبروه بانه تاجر مخدرات؟ فرصة عليه كيش جندرمير يشكي من يوتا دور استأثر منه. هذا التأذير اللي جبره الشيخ اياه، التأذير النفسي والتأذير البدني وتشويه السمعة في الداخل وفي الخارج، يالت القضاء الموريتاني يرد لهم اعتبارهم. جميل، شكرا سيدي. حانيني باختصار، باختصار باختصار واصل انا وجه رسالة محمد دحان. ايوه بسرعة اظن من دحان والله. باختصار نختار نقول الشعب الموريتاني نحن هم اللي كنا واقفين معاه، ونحن هم اللي وقفنا وبنا قضاياه، ونحن هم اللي محرم علينا موريتان، ونحن هم اللي صادقين، ونحن الواحد منا لن نحبس ما يجمع له الفضل، وصرته لا يبقى ما عنده باش يتصير، وامه لا عاد تعمل دو تانسيون ما ينشرى لها. سمعت؟ واليوم وضاح لنا، وضاح لنا اليوم اللي الموريتان للاسف ما فيها صحافه. إذا كانت موريتانيا فيها صحافة ما نعود نرجع لعبد الرحمن الودادي يتكلمنا عن الأموال، تعود الصحافة ما لا عاد تحقيقها بالوثائق وبالإثباتات. زاية الدام من 2009 وهذا باهم عندي أنا، لأن أرجع لموضوعك اللي هو موضوع المخدرات. من 2009 إلى اليوم ما في شحنة كبيرة للمخدرات لا في البحر ولا في البر قد عبرت من موريتانيا مع حكمة قوات الجيش أو الدرك أو البحرية الوطنية. الدام المخدرات منتشرة موريتان ويعملوها ابناء باطرة المال الحرام ويشروها بأربعين ألف وخطيرة وتدمر التركة وتدمر البنات ومحاربتها واجعة غير محاربتها ما هو بهذا. وأنا أعلن من هون أني متضامن مع أسرة الشيخ أيان وأني واقف معهم ضد عبد الرحمن والوداد ومعتذر لمحمد دحان ومعتذر لك أنت ومعتذر لابن إشارة ومعتذر كل كادح وكل مناضل صادق يغير نبقيكم مولي تفهموا انها عملية ابتزاز وانها دور تضاح لكم وتظهر لكم. شكرا جزيلا استاذ سيدي كواز. شكرا. محمد دحان ظلمناك، تفضل محمد دحان. لا لا عادي عادي يا ربي يحفظك. رجعنا لنقطة عبد الرحمن والدادي وانطلق منها، تفضل. المهم بالنسبة لي انا هناك الشخص ممكن يختلف معاه في اشياء كثيرة، لكن خالق اسئلة اللي يطرحها اي مهتم بالشأن العام هي أسئلة مشروعة ولا يلا نوقف ضدها ولا. وبالنسبة لي ماني من الوقت اللي حاسب النوايا، أكرم لي كل شخص عنده موقفه كما سيدي عنده موقفه عبد الرحمن، عبد الرحمن ملي عنده موقفه سيدي وكل اللي قال له وخذاك اللي قال له. وبالنسبة لي ما قط أبدا دخلت مهاترات ولا منازعات بين أي مدونين، همني معني نحترم الجميع سيدي خويا ونعرف على انه قطع على انه انسان محترم وغالي مولي وصاحب قلب ابيض، وعبد الرحمن مولي احسبه كذلك وغير على هذا الوطن. هذا هو ما دام الاختلاف في القضايا الوطنيه بالنسبه لي انا يلا دائما تم يرقاشه مستوى التعاطي الوطني الحقيقي. هذا السؤال مشروع خارج الروايه لا نعيدها وناكدها، فعلا اتهام اي شخص دون ادله هذا غير مقبول، ولا أظن أن عبد الرحمن يلحقها من السذاجة باش يتهم أي شخص مهما يكون ولو تعاطى أمامه مخدرات دون أدلة. وهذا التحقيق والأيام ستثبت ذلك، وهو قال أنه يتحمل مسؤولية ما قال ويتحمل مسؤولية ما تكلم به. لكن سؤال مشروع، وكيف ما نقول له نعل السؤال طرحه الحافظ الشهر تام فهمني وعجبني ملي على استمادته في طرحه. وهنا مدى القضية يلا نقولها علنها، ما هي قضية الشيخ أيها، هنا هي قضية قضية وطن، قضية قضية ظاهرة حقيقية يلا ينطرح أسئلة على عشرات آخرين على مفسدين آخرين. اليوم كلها يقول أن أنتم مالكم ما تسموا ما تسموا، أنتم كنتم تابعينا السنوات ما خالك حد ما سمينا، سمينا القريب وسمينا البعيد، سمينا الصديق وسمينا اللي نختلفوا معاه، معني ما عندي عدو الحمد لله. معناها انه قضايا هي قضايا تراكميه نجمعوها كاملين، ولا هن هذين تتبين قضيه تماها، انتم ما سميتوا فلان يلا تسموا فلان، اهل بويا يلا يسموا بعض
وتعرف مصادر أموالهم شن هي وأموالهم مجوبة الموريتاني لاش وأخبار أموالهم وين. المفسدين اسموهم يوميا، ولو لم يكن الفساد موجود في هذا البلد ما يعود موريتاني اليوم حال هذا. ويكفي من الأجل على فساده وزير ولا مدير هو حال المواطن الحالي. موريتاني اليوم مال شبابها هرب منها، كيف بلد فيه حرب اليوم؟ موريتاني للقاع، موريتاني كيف للقاع في سوريا، للقاع في أمريكا، شبابها جاء هذا النتيجة. لماذا؟ لأن فيها حرب إبادة على الرنجال المواطن الموريتاني على كرامته وعلى قوت يومه. اليوم موريتاني يلا أبنائها والغيور اللي عليها يوقفوا ضد الرنجال الفساد كما قال سيدي، مخدرات تمخر للمجتمع ذا هو. القتل عاد يومي منذ السنوات. لماذا؟ لأن أصلا قاع المخدرات كانت لا تجي وتأخذ ذا موريتاني الرنجال الكوكايد. عاد هي بعد قاع سوق مستهلك كبير. شباب الموريتاني، انا عندي صديق قط مشيت معاه اطلبني ليلة نمشي معاه في وته يتعقب ولا من الناس اللي تستعمل الحشيش، ومشي له صديق اخر على انه عنده خليجيين يدوروا شي من الحشيش. تعقبناه مشى بينا شوره كرفورة يقولوا له ركات يا بعض الموريتاني كرفورة ما هي اسمها قولها لي هذه نانسي ابدي على طريق نواريبو مجبر واحد اسمع حوتات قال له جبر واحد فهم قال له فرق عندي مشينا شور الذين قالوا دار البركة في بريمير وحانا من بعيد راقبوه من بعيد ادخل على دار بيلان محترمة وبوها ووقف معاه راجل من بيلان دار عود حوالي 50 وقال له اسمح لي الليلة ما عندي شيء غير قيس فلان عنده الليلة يوزع مشابينا نحن تتبعوه تتبع عن بعد صاحب والده ماشي معاه هو اللي مشينا انا راقبهم بعيد لين جابوا الذين قالوا مقصد الكبير اجبرنا فيها المخدرات جايبها له الحشيش جايبوا له صندري ملابس لباس نظرة تضايقوا هو وجماعة معاه. قلت انا صديقي هذا رجل كبير احترم قلت له انا بعد لا تسمح لي ولا هي نسحب هناتيها. معناها انه اليوم المخدرات في موريتاني عاد تنباع قدام ليسا شوف عيني لا ليسا فرانسيز فماتيا هو بجي سانتر. واليوم اي مدير مدرسه في موريتاني يقول لك على انه يعرض صادق معك يقول لك على انه بنات وابناء البلاد الطبقه الغنيه الطبقه المتوسطه يحشوا فم في المدرسه ولا يقدر يقول لهم شيء. معناها انه مجتمع شبابه فسد وشيبه شي من الجماعه من الفاسدين. اليوم كوميسارات موريتاني اليوم تخلص ديارهم 400 مليون. 400 مليون هذا ما هو سيب. انت عارف انه الغريب والعجيب كيما قلت لك ولا يعلها عليك انه مفوضية مكافحة المخدرات ما قط كردت شحنة من الكوكايين تكرد لا شوي سمسم هذا في سيكيام والله سيزيام وتكرد لا شوي تفتيه واحد قاعد بيك والله قاعد برض اخرى اخير الشحنات الكبيرة تجي الكوميسارات وتجي الضباط وتجي الضباط كبار السامون. فم رواية غريبة وعجيبة انك ياك ترى عمرت طائرة نواريبوني كردت مضاد زمن هي طائرة عبد العزيز يتنقل فيها وأظن أنها هي طائرة الرئيس الحالي. هذا بعد قاع أمني فم رواية ملف المخدرات الذي قالوا مكروبات في المغرب أحد من أكبر بارونات المخدرات قالوا إبراهيم الحاج والله أحمد إبراهيم الحاج اللي كرد كردت السلطات الأمنية الموريتانية وسلمت القضاء قبل القضاء وبرؤوا لعدم وجود ما يكفي من التهم راهي لجندرميري قدمت من الأجل ما يكفي عاداش عادي كردوا أمن الدولة ومضى قريب من السنة كردوا أمن الدولة جاحدوا ما بيسلموا القضاء لأنه لين يسلموا القضاء لهي بلس لأنهم يعرفون القضاة مملوكين مالكينهم بارونات المخدرات بذلين قالوا المال وذلين قالوا الديار والعطايا والهدايا. المشكلة على الشرطة والفتيات والحساب اسمع اسمع كل شيء كل شيء كل شيء الشرطة تكعز على أدلة الإثبات وتحتتها تحرقها ويجي القاضي الملف ذا هو القاضي معروض عليه معروض عليه معروض عليه الديار ومعروض عليه مئات المدائن ومعروض عليه الفتيات ويعطي الصورة ما قادر يفيش. القاضي المهم عنده شنو الديار لا يجوه اسمه والسريات لا يبدأ في عد السبيح من السريات لا يفتحوا جديد وهذا أخوي وهذا أبوي وهذه عمتي وهذا لا ينطيه. نحن مشكلتنا نحن البيلان ولا نقولها هون ونقول البيلان خسرنا لا موريتاني وذا هو اليوم ندفعوا ثمنها. اليوم اللي استعمل الحشيش والمخدرات والكوكاين كما قال سيدي هم أبناء البلاد وأبناء الصالحين قالوا هم وأبناء الخيام الكبار اللي أمبليكي ذنين قالوا تفوريس في العالم ويجول العالم إياك يحتال على ما دوك الفضلته هم أبناء الخيام الكبارات وأبناء الصالحين اللي مفسد لاموريتاني هم القضاة اللي قارين الخليل وجايين المحاضر ونقول احنا بلد المنارة وبلد الرباط هم الدار ونفذذ هو كوميسارات موريتاني تعرف شن هم اليوم وهم اللي داخلين زمن والطائع شي من المتسربين من المدرسة ما فيها عنده بك
كل قبيلة يعطانها أكوتا، هذه القبيلة الفلانية خمسة وهذا ستة وهذا عشرة. جيشنا اللي يحرس الحدود اليوم شنو هو؟ شي من أولاد كل النات اللي يعمل الحشيش ويعمل الأدرض وقلبه يصلح، عاد معدلين للجيش الوطني شنو هو؟ هو مصلحة إصلاح وطني. اليوم البلد نسبة مدمنين المختار والغوي، هيني ما قد تكلمت عن المختار منهم من بينهم من بينهم من بينهم نتكلم عنه بعده من بينهم. وانا هو من الوادي كتبت هيني مختار القويزي تكلمنا عنه، كل يجي يقول لك تو ماكم ما تكلموا عن مختار القويزي. مختار القويزي بالنسبه لي انا يستعمل مخدرات، هذا حريته هو الشخصيه بقى يستعمل مخدرات. كان امبليكي في ملف كتبنا عنه من اوائل انا الناس كتبت عنه قضيته التسليم لاسبانيا، والده مفسد من اكبر المفسدين وكتبت عنه. عد المهرجان هو من مال والده الحرام، بالنسبه لي انا هو شمشي قطع عدل والله الحسنه الوحيده اللي تعدل له، على انه بعد البرشي من مال الفاسد واشترك به الطرب مع الفقراء في العيون وجمع له ماده، ما هو كاع كيف الخلق الاخر اللي دايرها في الديار وقافل عليه دياره ودارها لا في سريه، والله ما محوله شو خارج تركيا والله شو المغرب ذا هو. وبالتالي قضيه ما لنا نحصروها على المختار ولا فلان ولا علان، يقول لك هو حتى ينفعوا المسلمين والفقراء. حتى قلت لك علني اسميناه المختار اسميناه غير ما هو ينسموا اليوم هلا ياهي قال له وقفوا عند المختار ولا تخطاه، والله وقفوا عند مسقار ولا تخطاه، مسقار مفسد من اكبر مفسدين موريتاني. والعبد العزيز جميع كان معاه الضباط من اكبر المفسدين موريتاني هم المفسدين الموريتاني اليوم، وسابقوا نظام سابقوا نظام علي وسابقوا نظام معاويه، ولا ما خالف واحد ما تكلمنا عنه واعطيناها غير ما هو انه الين تقوم قضيتين قال لك انتم ما تكلموا عن كلاش، انتم ما تكلموا عن، وانتم اللي تنفع لموريتاني. خلص الجانب الاخر، خلص كم موريتاني نحرم وكم موريتاني لا يتفسد عليه تلا موريتاني. اليوم ما تحد قد يكلف لموريتاني بالتضخم بالفضل ما معروف منين جايه، ولا راهم يلا انا راهو فلان اسمه لايا يلا انتم تنتقوا لنا واحد من اصحاب الرئيس من الخلق اللي بيض الاموال اليوم اللي يفتح البنوك من تبييض اموال مخدره اليوم في موريتاني. بنوك موريتاني اليوم هذا اليوم لماذا؟ تصور معي يقول لك فراس، هذه فراس 70 مليون كم فيها من بنك؟ فيها شيء ما يزيد على خمس بنوك، 70 مليون هي رابع اقتصاد في العالم، فيها والله سابق خمس اقتصاد ما يزيد على اربع بنوك. موريتانيا 3 ملايين ومن ادنى الاقتصادات في العالم، فيها قريب اليوم من 20 بنك، لماذا؟ لانها تبييض الاموال واموال المخدرات. هذه البنوك يلا يسماوا اهلهم ويلا يسماوا ملاكهم ويلا يجرجروا شلون العداله امالهم يلا بعدين يسماوا. لا موريتانيا الصرافات قاعدين فهم يبيضوا الاموال المخدرات. اليوم فوربا هناك يا مبيضي اموال مخدرات امتن جرم من بايع المخدرات، وبالتالي اخر ما يمنع انه اثاره للظاهره الذهيه. هذا هو دور الانسان الواعي، دور الانسان اللي يتكلم عن قضايا بلد واي ظاهره يلا تناولوها دون التمييز بين اي شخص يلا نتكلموا. والانسان قطعا انه يميز بين الاشخاص على اي اساس؟ القرب والله الولاء والله اساس مادي، دور يبقد مصداقيته مع الوقت. والمود الثاني دور يعرف حقيقته انه اذا سيسوى من هو الدادي ويسوى واحد اخر. وبالتالي اخر سؤال سابق طرسك وطولت عليك، اما تعليق قالوا عن معلقين انت كحال الزمن مالك، احنا هون نشتغل في الشمس ونبطوا عرقه ناظرنا، وهذا زمن الصيف وبالتالي نشتغل كبار نعدلوا دليفري ونعدلوا اوبر ونعدلوا مريضه كامل، بالتالي من عرقه جبيننا والراجل ما مهم كحاله من بيالو. محمد مستقبل قضية ودادي تراه شنو؟ بالنسبة لي أنا أخاف من شيء واحد، لأنه يتم تصالحه على أساس قبلي، وهذا اللي عدلها بكل صراحة لا هي فقد مصداقيته، لأنه هو رجاج قدم أجلة مقتنع برواية يلا يعني يمشي بها حتى النهاية ويعود المسار القضائي مقبوض فيها. هو إذا لاحظ على أنه يخطأ سبحان من لا يخطأ يعتذر مني. إذا عاد صار عنده أدلة حقيقية أنا يتمسك بها تمسك حقيقي قناعة حقيقية كما تمسكوا بقضية الشيخ الرضا، إلين يوصلها آخر مراحلها فهمني يضبط عليها. وهذا هو الحقيقة، لأنه التسويات القبلية هي تقتل هذا النوع من الأمور، وبالتالي عندكم أي قضية أخرى ما تلا يهتم بها المواطن ولا تلا تعود مهمة عنده، وهذه هي مشكلة النخب موريتاني للأسف. أنها الحلول هذه أنصاب الحلول اللي يمشوا بها إلى نصف الطريق ذا هي، وهو راجع لأنه عدلها قضية كما قضيت معه
قضية الشيخ رضا اللي قام فيها يويشو وتحسب له يشكر عليها انه قام فيها قضية وتكلم بها إلين وصل هيني عقب تعرفت الناس قضية الشيخ رضا وحققت الشيخ رضا. ومن القريب والعجيب من الطريف ان احنا ابتلانا مولانا برضي مدن بتها فاسدة وكل نظام معاهم اللي قضاياهم الشكل. والعبد العزيز جابنا ظاهرة الشيخ رضا والقزواني هذا هو ملي راكاتي عند ظاهرة الشيخ هيا ودور عنده ياسر من الظواهر الاخرى اللي ملي يلا نبحشوا عنها ويلا نلوبدوا لها ويلا اي حد كامل عنده مصدر اموال مجهول يلا تهتم به الناس ولا هو لا يهل الشيخ هيا وحدهم. وراني ما عندي ولاني متهمهم ببيع المخدرات ولاني متهمهم بالحجاب ولاني متهمهم ببيع ماء وزمزم اخير نعرفهم فما تيها اكثر من علامة استفهام على ذروتهم وان الدولة يلا تحقق مثل قال وداجي لانه فيه مسألتين. واحدة ان الدولة يدخلوها الطائرات ويمشوا منها ويجوا فيها وجايبين مخدرات والله جايبين شوخات معناها انها دولة سائبة معناها انها دولة غير محكومة معناها دولة بلا امن وبلا جيش وخلعنا اخلعنا ما نبقوها تعود لحقت ذي المرحلة ذهية اللي عاد فضاء مفتوح لمن هب ودب. وراكم شفتوا مالي اليوم خلصوا الأحداث مشعل مطارها مالي ماتع الدولة مالي عاد تخلع عنا شي من الفرقان يتقاتلوا فيما بينهم وهذه المرحلة خايف توصل لها الأمور الثاني. وشكرا جزيلا حمد دحان شعبيتك ليلة يسر والمعلقين كاملين معاك الآن فضل يرجع لك أنت أخي محاور جيد وأشكر راني فقدني شاكر جميع الضيوف من هو البعمامة متشدوم أخي العزيز سيدي كماش وشاكرهم جميعا والأخوة الآخرين اللي يسمحوا لي ما ذكرت اسمائهم نستتعب شوي طهرنا لا عادي عادي ربي يحفظك شكرا جزيلا للجميع جزيلا أستاذ محمد دحان على الحوار وعلى أنكم ضيفنا. إذا كان ضيفنا محمد رمين والبعمامة وكذلك الأستاذ محمد دحان وتناولنا تحليل موضوع المخدرات والأنظمة السياسية في موريتانيا على ضوء قضية الودادي وهل أيام أمسية مريحة للجميع.